بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب محترمون. يخصص مجلس النواب جلستين تشريعيتين، تخصص الأولى للدراسة والتصويت على 4 مشاريع قوانين، والثانية تخصص لعرض ومناقشة مقترح قانونين. قبل أن نستمر في أشغال المكتب، أعطي الكلمة للسيدة أمينة المجلس لتلاوة ما ورد على المكتب من مراسلات. شكرا سيد الرئيس. توصلت رئاسة المجلس بمراسلة من السيد رئيس الحكومة يخبر فيها المجلس بنتائج انتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية مولى يعقوب التابعة لإقليم مولى يعقوب، ويخبر فيها السيد رئيس المجلس بأن الانتخابات الجزئية المذكورة أسفرت عن إعلان انتخاب المرشح السيد الحسن الشابي من حزب الاستقلال. شكرا سيد رئيس. شكرا السيدة الأمينة. تنظيمي رقم 6513 يتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها في قراءة ثانية له. مشروع قانون رقم 133/12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية. مشروع قانون رقم 85/14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2/14/596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 فاتح شتنبر 2014 بتتميم القانون رقم 1271 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 85 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. مشروع قانون رقم 62/14 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 59/75 بتاريخ 6 رمضان 1378 16 مارس 1959 بشأن نظام المعاشات الممنوحة المقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. على بركة الله، الجلسة الأولى نخصصها لمشروع قانون تنظيمي رقم 6513 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها في قراءة ثانية له. الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أتشرف اليوم بتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 6513 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في إطار قراءة ثانية أمام مجلس الموقر بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين كما عدله، حيث أدخل عليه مجموعة من التعديلات هم 8 مواد وعنوان مشروع القانون وعنوان الباب الثالث منه. وعند القراءة الثانية للمشروع من قبل مجلس النواب، قدم السيدات والسادة أعضاء النواب أعضاء لجنة عدو التشريع وحقوق الإنسان تعديلات حظيت بتوافق مع الحكومة بالقبول، في حين تم تعديل المادة 32 منه دون موافقة الحكومة. والحكومة وهي تعرض هذا المشروع على أنظار الجلسة العامة الموقرة فإنها تتقدم بتعديل يهم المادة 32 كما عدلت لجنة عدو التشريع وحقوق الإنسان في الاجتماع المعقد بتاريخ 26 يناير 2015، نظرا لاعتبار أساسي يتعلق باحترام ما سبق لمجلس الموقر أن أقره في جلسته العامة المنعقدة يوم 5 فبراير 2014، حيث تم حصر حالة التنافي اتفاقا وحصل بشأنها الإجماع وتصويتا. وفي الأخير أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيدات والسادة النواب المحترمين على المساهمة الفعالة في إغناء هذا المشروع وحرصهم على أن يخرج هذا القانون بالصيغة التي تجعل العمل الحكومي وتحمل المسؤولية من قبل أعضائها نساء ورجالا يتم في إطار من قانون واضح شفاف وفعال. شكرا لكم.
شكرا السيد الوزير. اسمي فرق ومجموعة الأغلبية للسيدة النائبة المحترمة نعيمة فرح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيد وزير، السيدات النائبات، السادة النواب، يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الأغلبية بخصوص هذا المشروع، وذلك من أجل المساهمة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 065513 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها في قراءة ثانية بعد تعديل المواد 2, 29, 32, 35, 36, 40 وعنوان مشروع القانون وعنوان الباب الثالث منه. ومن المعلوم أن تنظيم الحكومة لهذا المشروع أو تقديم الحكومة لهذا المشروع يندرج ضمن وفائها بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بتفعيل دستور 2011 فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية. وبالفعل فإن هذه الدورة التشريعية التي لا يفصلنا عن اختتامها سوى يوم واحد من الآن تتميز بكونها ستعرف المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة لأول مرة. ومرة أخرى نقولها بصراحة أنه إذا كان مشروع القانون التنظيمي المعروض للمناقشة يستجيب لمقتضيات الفصل 87 من الدستور الذي من بين ما ينص عليه على أن قانونا تنظيميا يحدد خاصة القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويضيف ذات الفصل أن نفس النص التشريعي يحدد أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، فإن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة ليس فقط لكونه يحدد تنظيم الحكومة وتسيير أشغالها، ولكن أيضا لأنه يشكل إطارا مرجعيا لضوابط العمل الحكومي. لذلك فهو الأول من نوعه بالنسبة لمؤسسة الحكومة في بلادنا. صحيح أن هذا المشروع لم ينطلق من فراغ، بل استند على التراكمات الإيجابية التي نتجت عن عدد من النصوص المتفرقة والتي تتعلق بأعضاء الحكومة، لكن ما يميز هذا المشروع أنه لأول مرة تنظم الحكومة باعتبارها مؤسسة دستورية تتألف بالإضافة إلى رئيس الحكومة من الوزراء. وبذلك يترجم هذا المشروع بكيفية واضحة روح دستور 2011، وهو ما يؤسس الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحياة الدستورية والسياسية للحكومة. وهكذا يتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات، سواء فيما يتعلق بالوضع القانوني لأعضاء الحكومة ومبادئ العمل الحكومي ومهام أعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، وكذا وضعية حكومة تصريف الأعمال المنتهية أعمال مهامها. وباستحضار سمات الهندسة الدستورية لسنة 2011 القائمة على تقوية مكانة مؤسسة الحكومة مع تقوية صلاحيات البرلمان، فإن كل هذه المستجدات تروم تحديد ضوابط قانونية لتنظيم الحكومة باعتبارها مؤسسة دستورية مركزية ضمن البناء المؤسسات الدستوري، ولها علاقات متبادلة مع مؤسسات أخرى. ومن ثم فإن الضوابط القانونية لتنظيم وتسيير أشغال الحكومة لا تساهم فقط في توضيح قواعد ومساطر العمل الحكومي، ولكنها تساهم كذلك في الوقاية من تضارب التأويلات واختلاف الآراء الناتجة غالبا عن الفراغات وغموض النصوص الجاري بها العمل.
إن أبرز ما جاء به هذا القانون هو أنه أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري بتفويض من الملك، إذ ينص مشروع القانون على أنه طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير رئاسة مجلس وزاري بناء على جدول أعمال محدد وعند انتهاء أشغال المجلس. يرفع رئيس الحكومة تقريرا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس. ومنح هذا القانون تنظيمي أيضا لجلالة الملك حق تعيين نائب لرئيس الحكومة من بين الوزراء باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة، ويجري لجوء جلالته لهذه الرخصة الاستثنائية في حالة تغيب رئيس الحكومة أو إذا اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه. ونص القانون أيضا على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، كما فرض على الوزراء الحضور مرة كل شهر على الأقل اجتماعا برلمانيا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها نواب البرلمان. ولتفعيل مبدأ الحد من الجمع بين المناصب حرم القانون أو مشروع القانون الجمع بين منصب وزير والعضوية في أحد مجلسي البرلمان أو منصب مسؤول عن مؤسسة أو مقاولة عمومية ورئاسة جماعة ترابية ورئاسة غرفة مهنية. كما نص القانون على توقيف كل نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح طوال مدة مزاولة الوزراء لمهامهم. وبخصوص قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يشير مشروع القانون إلى أن الحكومة تمارس تحت سلطة رئيسها السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة. ويحدد القانون بوضوح صلاحيات رئيس الحكومة، وينص على أنه يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها وتتبع أنشطة أعضائها، كما أنه يرأس المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك. وبخصوص صلاحيات أعضاء الحكومة، ينص مشروع القانون أن الوزراء وكتاب الدولة ووزراء الدولة مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي. كما يمكن أن يلتقي الوزراء أو يتلقى الوزراء المندوبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء حسب الحالة تفويضا في الاختصاصات أو في الإمضاء مسجلا في نفس السياق أن أعضاء الحكومة بالنيابة إذا اقتد يمكن أن يكلفوا بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع من دون مزاولتهم لمهامهم إذا اقتضت الضرورة ذلك. وبشأن اجتماعات مجلس الحكومة، ينص القانون على أن الأمين العام للحكومة يتولى قبل انعقاد مجلسها توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها على أعضاء الحكومة قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها. كما يشير إلى أن مجلس الحكومة يعقد اجتماعاته تحت رئاسة رئيس الحكومة مرة في الأسبوع على الأقل إلا إذا حال مانع من دون ذلك. ولوضع حد للجدل الذي أثير بين الحكومة والبرلمان حول مشاريع النصوص القانونية، أقر مشروع القانون على أن الحكومة تعمل على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ القوانين وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية، موضحا أن الحكومة تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة منها. السيد الرئيس، إدراكا لأهل الأهمية البالغة لمشروع القانون التنظيمي موضوع هذه المناقشة، انخرطت الأغلبية في مناقشته العامة والتفصيلية بلجنة العدل والتشريع، وساهمت رفقة الفرق الأخرى المكونة للأغلبية وللمعارضة بتقديم عدد من التعديلات. وبهذه المناسبة لا بد من توجيه الشكر الجزيل إلى السيد وزير الدولة الفقيد عبد الله باها رحمه الله
الذي تولى تقديم هذا المشروع ومتابعة كل مراحل مناقشته والتصويت عليه في اللجنة المعنية، سواء في القراءة الأولى أو القراءة الثانية، كما نتمن انفتاح الحكومة وتجاوبها الإيجابي مع مجموعة من التعديلات المقدمة سواء من فرق الأغلبية أو من المعارضة، مما ساهم في إغناء وإطراء المشروع. لذلك سوف يصوت أو تصوت الأغلبية لصالح هذا المفروض لهذا المشروع ولفائدته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد النائبة. سيد نائب لا هذا مداخلة ديال الفرق الأغلبية ده، الآن المداخلة فرق المعارضة. سي بعزيز كان السيد رئيس، السيدان الوزيران، السيدة الوزيرة، السيدة والسادة النواب، للشرف أن أتناول الكلمة باسم فرق المعارضة في إطار الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيمي 65/13 متعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. السيد رئيس، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يتضح أن الحكومة مستمرة في إجهاض مبادرات نيابية في التنزيل السليم للدستور 2011، والتي تجسدها في ترسيخ المبادئ الجديدة التي أتى بها هذا الأخير في القوانين التنظيمية. قلت في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون رقم 65/13 متعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يتضح أن الحكومة تستمر في إجهاض المبادرات المعارضة النيابية في تنزيل السليم لدستور 2011، والتي تجسدها في ترسيخ المبادئ الجديدة التي أتى بها هذا الأخير في القوانين التنظيمية والقوانين الجديدة التي تسعى المؤسسة الشيعية إلى إصدارها في ظل الدستور الجديد. ولعل خير دليل على ذلك هو تسخيرها لأغلبيتها بمجلس النواب للتصدي لكل المبادرات المعارضة في هذا المجال، خاصة على مستوى تكريس مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور الجديد. ولا يخفى عليكم السيد رئيس محترم أن مجرد التذكير بهذا المبدأ في المادة الثانية من هذا المشروع لن يزيغها عن معنى ومدلول الأحكام التي جاءت بها، إذ أن عبارة رجالا ونساء لا يمكن قبولها لكي تحل محل هذا المبدأ، بحيث في الوقت الذي ركز فيه مجلس المستشارين على أهمية التذكير بالفصل 19 في مقتضيات المادة الثانية من المشروع، تحفظت الحكومة على ضرورة التنصيص على هذا الفصل في المادة المذكورة بدعوى أن عبارة رجالا ونساء المتضمنة في هذه المادة تجيب عن الإشكال المتعلق بالنص على الفصل 19، وبدعوى كذلك أن إدراج الفصل 19 كإدراج نص عام في نص خاص، علما بأنه هو أسمى من ناحية التنصيص الدستوري. لكن سيد رئيس المحترم، على عكس بنيان هذا التحفظ، فإن التنصيص على هذا المقتضى الدستوري من شأنه أن يحصن هذا المشروع من كل انتهاك خلال كل تأويل وتفسير لما يدخل حيز التنفيذ، ولما تريد الحكومة تطبيقه وأجراءاته. سيد رئيس، إن رفض هذا التعديل رامي إلى تكريس الفصل 19 من الدستور في مقتضيات المادة الثانية من المشروع، يعبي عن حق وصواب تعامل الحكومة بازدواجية وعن تناقض الحكومة مع نفسها، ودليلنا في ذلك هو إدراجها في المادة 27 من هذا المشروع إشارة إلى مقتضيات الفصلين 94 و158 من الدستور، علما أن هذين الفصلين ينظمان أصلا المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة، وكذلك المسطرة المتعلقة بكيفية تصريحهم بممتلكاتهم. فلو تعاملنا بمنطق الحكومة فلا توجد ضرورة إدراج هذه المادة عبارة عن تطبيقا لأحكام الفصلين 94 و158 من الدستور، فهذا تناقض صارخ في العمل الحكومي
احيانا يتم التراجع عن الاشاره الى مواد الدستور في داخل هذا المشروع، واحيانا اخرى يتم تبنيها. مساله اخرى السيد رئيس، والان في مداخلتكم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ضربتم عرض الحائط كل العمل الذي التشريعي الذي قام به مجلس المستشارين، كان مجلس المستشارين عباره عن مؤسسه فارغه فقط، والحال انها مؤسسه تشريعيه وقائمه الذات، لانكم جيتوا قلتوا بانه كان اجماع فعلا السيد الوزير، ولكن من جد مجلس المستشارين وادخل تعديلات على هذا المشروع جاءت اللجنه من جديد وكان هناك اجماع جديد فيما يتعلق بحاله التنافي. فالسيد الوزير اظن انه داب خصنا مع دستور 2011 نقطعوا مع زمن التحكم، نقطعوا مع زمن الضبط ديال الاستقلاليه ديال التشريع، لان الان اللي كنلاحظوه الان رغم بانه اللجنه صوتت على ادراج الجامعه الترابيه في حاله التنافي والحكومه وتجيب لنا من جديد تعديلها، فبناء على المقاس بناء على الاعضاء ديال جهات معينه. حنا خصنا السيد الوزير الان اننا نشرعوا المغاربه كاملين، نشرعوا الامه ونشرعوا وفق دستور 2011. الحدائي ثم الحدائي اننا نرجعوا لزمن التحكم، وهذه خطوه من خطوات زمن التحكم، لانه ما يمكن شيء اننا نجيو باش نضيو هذا النار وزير فلاني ولا فلاني، والمنطلقات اللي انطلقت منها لا الاغلبيه ولا المعارضه اثناء التنصيص على حاله التنافي كانت منطلقات اللي هي موضوعيه واقعيه، والان كنشوف. فالان نحن وكما قال قيل قبل قليل في مداخله فوق الاغلبيه انهم مشاو في اتجاه هذا التصويت داخل اللجنه بالاجماع وانهم سيصوتون على هذا المشروع كي جاء المجلس. نتمنى ان يكون فعلا هذا امتحان حقيقي للاغلبيه، وانه تشبت من بهذه الماده اللي تم عليها الاجماع وما يكونش تراجع، والا فسنكون فعلا امام جيوب مقاومه، وان كنتم تسمونها انتم بجهات ما بمصطلحات ما، غادي نكونوا فعلا كنضبوا استقلاليه التشريع، وغادي نكونوا كذلك كنضبوا عقلنه العمل البرلماني، لان المطلوب حاليا هو العقلنه ديال العمل البرلماني، والمطلوب اننا نضبطوا بدستور 2011، لان الديمقراطيه اللي الديمقراطية التي نريدها من دستور 2011 واللي فعلا تضمنها ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه، وتمشي الإصلاحات اللي تتعرفها بلادنا في هذا الاتجاه، في اتجاه إرساء الديمقراطية وليس ضربها في العمق. لهذا نحن اليوم أقول من جديد أننا أمام امتحان حقيقي لمدى وجود واحد العمل البرلماني معقلا، وكذلك وجود واحد الاستقلاليه في العمل التشريعي. وشكرا السيد الرئيس. شكرا السيد النائب. التصويت اعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنه. الموافقون عنوان المشروع. الى سمحتوا قبل الشروع في عمليه التصويت البطاقة تصويت ديال تسجيل الحضور، علما أن السيد النائب قصار عبد الحق قد نسي بطاقته. دير الميكرو باش تسجل في المحضر. دير الميكرو باش تسجل سيد النائب، دير الميكرو تكل والاسم ديالك باش تسجل في المحضر الاسم ديالك. أعطي له الصوت. تفضل سيد النائب. فلطة فيا أنني نسيت لاكارت ديالي. الاسم أبو الفرج محمد. شكون؟ سي عمر. ما سمعتش.
السيد رئيس بسم الله الرحمن الرحيم غير لاكارت كاينه، ولكن واخا كنديرها كتبقى تكلينيوتي بمعنى ما خداماش. لا لا درنا هكا وهكا ودرتها في الكراسه. جرب جرب. ها هي في الميكرو. هي هذه المهم الغلط في الكارتة ماشي فيها. انا كاين والكارتة كاين. بلاتي غير بلاتي انا نكمل انا غير الريزوما كاين. سي عمر حجيرة شكون اخر؟ واخا 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 انا غندور هكذا ونجي لعندك السي جاي من لاجل. سي عمر الكردودي. شكرا السيد الرئيس. انا لا نسحب معايا البطاقه ديالي نسيتها انا ما عنديش. اسم عمر كردودي. خلي صديقي. خليفي قدادرة. خليفي قدادرة. برقيو مولود. الشرقاوي الروداني. محمد أمكراز. سي عمر حجيرة كان صوبوا لك بطاقة جديدة. البطاقة الجديدة لغات هذيك القديمة. البطاقة خدامة. المهم سي عمر حجيرة هنا. أعطينا نسبة لعدد الحضور. نعم. دير الميكرو باش يتسجل المحضر. خديجة الملاحي. أخت خديجة الملاحي. واحد لأن الغياب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة أخوات الإخوة. البطاقة ديال الحضور لأنه العدد اللي حنا في القاعة أكبر من العدد الحضوري. لا دابا الإخوان يديروا الحضور لأنه عندنا العدد الإخوة اللي في القاعة أكبر من العدد المسجل في غير يعملوا البطاقة ما يعملوا والو غير البطاقة الدخول.
169 باقي. كاينين 10 د الاخوات والاخوان اللي ما عندهم شي صافي حاجه صافي. دخل ودير الاسم لا لا ديرها في الاسم باش يبقى في المحضر. خاصك تذكر الاسم في في الميكرو. وقفات 180 هي خاصها تكون 184 خاصها تكون 185 وتسعود اللي ما عندهمش بطاقات. باقيين 5 د الناس ما عملوش البطاقة. لا انتم عاد جيت تفضل. شكرا سيد الرئيس. يا عبد القادر البطاقة أول مرة كنساها. انتهى الكلام وانتهى الكلام. إذا إذا سمحتم سنمر إلى عملية التصويت. أعرض للتصويت عنوان مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون إجماع إجماع. المادة 2 أعرض المادة 2 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. إجماع. أعرض المادة 9 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. إجماع. أعرض المادة 25 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. إجماع. أعرض للتصويت عنوان الباب الثالث كما صادقت عليه اللجنة. إجماع. أعرض المادة 29 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. إجماع. المادة 32 ورد بشأنها تعديل من لدن الحكومة. الكلمة للسيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. الحكومة تستصحب موقفها من المادة 32 كما صادقت عليها صادق عليها مجلس النواب في قراءته الأولى، وبالتالي تحذف من التعديل المدخل عليها من مجلس المستشارين وكذلك من اللجنة رئاسة جماعة ترابية رئاسة غرفة مهنية لكي تصير المادة كما يلي: تتنافى مع الوظيفة الحكومية العضوية في إحدى مجلسي البرلمان منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، وتتنافى كذلك مع رئاسة مجلس جهة أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30% من رأس مالها. شكرا سيد الرئيس. شكرا. كلمة لأحد معارضي هذا التعديل. معارضي التعديل سي حسن سيد النائب. اولا سيد الرئيس هذا التعديل وافقت عليه اللجنه باجماع بعد ان جاء في اطار التعديلات التي قدمتها او قدمها المجلس المستشارين من ناحيه القانونيه ومن ناحيه النظام الداخلي. من حق الحكومه ان تقدم التعديل، لكن من ناحيه السياسيه هذا التعديل يسائل الحكومه أولا في اتجاه علاقتها بالعمل التشريعي، وفي اتجاه علاقتها بالأغلبية كما بالمعارضة، وفي اتجاه علاقتها بما ننتجه داخل هذه الغرفة. ثم من الناحية الثانية هذا التعديل خطوة في اتجاه الخطأ
بالنسبة للإصلاح السياسي، أحد العناوين الكبرى للإصلاح السياسي هي تقنين حالات عدم الجمع ما بين المهام وحالات التنافي. نعتبر بأن هذا التعديل يأتي في الاتجاه المعاكس، ونخاف ونتخوف أن يكون هذا التعديل مجرد تعديل على مقاس وزير أو وزيرين. ومع الأسف التفكير في الإصلاح السياسي ينطلق من تقنين حالات عدم الجمع. حالات التنافي في كل الديمقراطيات معناه هي فرص أكبر للتداول، هي فرص أكبر للنخب. من ناحية العملية لا نتصور بتاتا أنه يمكن لوزير يدبر قطاعا حكوميا كبر أو صغر أن يدبر في نفس الوقت جماعة محلية، خاصة إذا تعلق الأمر بمدينة من المدن الكبرى. لذلك هذا التعديل نعتبره خطوة للوراء في ظل حكومة تعتبر بأن إحدى مهامها هي تدبير الإصلاح السياسي على ضوء دستور جديد. لذلك نعارض هذا التعديل لأنه يعاكس طموحاتنا في إصلاحات سياسية نراها مع الأسف غائبة عن أجندة هذه الحكومة التي تشرع لوزرائها عوض أن تشرع للمستقبل. شكرا سيد نائب. الكلمة لأحد مؤيدي هذا التعديل، سيد الرئيس. غادي يقول لنا السي نور الدين ربما شي نهار غيولي مزيان. شكرا السيد الرئيس. السيده والساده الوزراء، السيدات والساده النواب، اولا من ناحيه المسطريه طبقا للدستور وكذلك النظام الداخلي للحكومه ان تتقدم بالتعديل في اي مرحله من المراحل. اولا ثانيا فيما يتعلق بهذا التعديل اود ان اوضح فيه الامور التاليه. كنا نتقدم بهذا التعديل على الميثاق الجماعي أثناء قبل الدستور 2011، وقدمناها خاصة في 2008 ودافعنا عنها باستماتة، لكن الحكومة آنذاك تقدمت بأنه اليوم عدد ديال النخاب اللي يمكن يكون على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية كيخص الأحزاب السياسية تساهم فيه، وذهب التعديل وجئنا بالقانون، لأن هذا تاريخ في أكتوبر 2011 ونحن نناقش مهام ديال البرلمانيين بصفة عامة سواء 28/11 أو 29/11، قانون تنظيم مجلس النواب، قانون تنظيم مجلس المستشارين، وتقدمنا بالتعديل بنفس التعديل عدم الجمع ما بين نائب برلماني وما بين رئيس ديال جماعة معنية، فكان نفس الجواب بأنه عندنا هذا التطور يجب أن تساهم فيه الأحزاب السياسية. لكن المفاجأة الأكبر هي أننا ونحن نناقش، علاش حنا كأغلبية مع التعديل؟ لأنه في القراءة الأولى للقانون التنظيمي لعمل الحكومة هذا التعديل نوقش وأخذنا التعديل الوارد على القانون التنظيمي مجلس النواب مجلس المستشارين وادخلناه، قلنا هذه هي المرحله وما كانش وارد انذاك، وهذا التعديل بعد نقاش مع المرحوم عبد الله بها قبل به وادخلناه، هو اللي كاين في القانون التنظيمي مجلس النواب وفي القانون التنظيمي مجلس المستشارين. ثم التعديل شكون اللي قدمه في القراءه الاولى؟ القراءة الثانية جاء مجلس المستشارين على راسنا وعيننا، مرحبا، ولكن مزيان نعرفوا كذلك رابعا وانه نحن نناقش في النسخ ديال القوانين التنظيمية مجلس النواب ديال الجماعات والعمالات وديال الجهات من تقدم بتعديل لحذف هذا التنافي، وانا عضو في هذيك اللجنة اللي كتحضر مع وزارة الداخلية، واللي نرجع للمحاضر اذا كنا مسؤولين لنكون مسؤولين على جميع المستويات وفي كل المراحل. ولذلك نحن اليوم مع التعديل جاءت به الحكومة على اعتبار أن ماشي محله،
محله هو من يجي نناقشوا القوانين التنظيميه لهاد الجماعات اللي تما ديك هي بلاصتو. نعتبر هذا الامر اليوم حجو، والمواقف السياسيه يجب ان تظهر ونحن نناقش الجماعات والجهات والعملات، وهذا هو النقاش الحقيقي. والا غادي نسقطوا من الناحيه العمليه، سنسقط فيما سقطنا فيه في الماده 5 والماده 14 ديال القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، حينما اثرنا حاله تنافي ما بين رئاسه جهه وبرلماني، وذهبنا الى المجلس الدستوري، والسيد الرئيس معني ذهبنا الى المجلس الدستوري. ماذا كان قرار المجلس الدستوري؟ وانه لا يطبق على هذه المرحله. لكن اليوم المجلس الدستوري وهو يقول رايه من تلك النازله، حنا اليوم نشرع والقوانين التنظيميه اللي جايه اللي غتدخل حيز التنفيذ بعد المصادقه عليه هي اللي معنيه بالدرجه الاولى. ولذلك نحن لا نتراجع عن مواقفنا ما بين اللجنه، وان كان قرار ديال المجلس الدستوري ان اعمال اللجان هي اعمال استشاريه. موقفنا اليوم مع الحكومه فيما يتعلق بهذه الحاله التنافي، لانه اليوم ما زلنا نناقش مدى الاهميه ديالو فيما يتعلق بالنخب. وانا اقول بان هذه مسؤوليه الاحزاب السياسيه بالدرجه الاولى. كنا ناقشنا هذا الامر فيما يتعلق باللائحه ديال الشباب واللائحه ديال النساء وحاله التنافي، وعرفنا ما قام به المجلس الدستوري، ولذلك نحن مع هذا التعديل الذي جاءت به الحكومه في هذه المرحله. وشكرا. شكرا سيد رئيس. اذا اعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون على هذا التعديل العدد 130، المعارضون لهذا التعديل 77. سي جواد راه من الصباح هنا كنحسبوا باش نقادوا الاخوان كيخرجوا وكيدخلوا، راه ماشي ما مصوتينش. الموافقون وغا دقيقة صح. الموافقون 132، المعارضون ها 78، المعارضون 78. بلاتي نكمل عملية التصويت. سيد الرئيس نكمل عملية التصويت ونعطيك الكلمة. الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 32 للتصويت كما عدلها المجلس. الموافقون نعم. تفضل السيد الرئيس. لم يحدث في تاريخ المجلس أن الأغلبية حسبت رأسها وحسبتنا كيف ما بغت في تاريخ مجلس النواب. ورجعوا دوما كان الأمينين واحد من المعارضة وواحد من الأغلبية. دابا حنا جالسين قدامكم هنا أمام الرأي العام، قولوا لنا 77 قولوا أمين، قولوا 137 رجاء السيد الرئيس شوفوا لنا حل ولا حسبونا واحدا واحدا. شو ما هادشي. تفضل السيد الرئيس. سيد تهامي. سيد الرئيس هذا الموضوع أثير سابقا وكان الجواب الكافي عليه. الذاكرة ديالنا ماشي قصيرة، ولذلك قلنا آنذاك وكانوا جوج ديال المعارضة، قلنا آنذاك بأن هادو أمناء حنا اللي صوتنا عليهم ديال المجلس وليس ديال المعارضة ولا الأغلبية، وهذا أول سبب باش نثيقوا فيهم. اسمح لي والا لنفس الامر جبر الرئيس. خليني نطلع. سيد الرئيس انا سيد الرئيس ما بغيتش نقول لك انا الا كتشكك فيا حتى انا حتى انا حسبت السيد الرئيس حتى انا كنحسب من الصباح وانا كنحسب الاخوه اللي كيد تفضل السيد التوامي الدكتور التوامي. لا هادشي بزاف السيد الرئيس، إلا كتكذبني حتى أنا حشومة. راه أنا كنتيقن كنت أنا كنت تفضل يا سيد حسب السيد. أنت ماشي
حسب 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 تفضل أنسي الوقت. التي حسب. تفضل السيد رئيس. هذاك ما عفوا السيد رئيس. السيد رئيس اعيد واكرر عندنا جوج الامناء ثلاثه الامناء راه كيمكن جلسات دوزناهم بامين واحد لان كتكون ظروف كيمكن واحد يمرض كيمكن يوقع له يكون مهمه دبلوماسيه الى غير لذلك ما اقدمتم عليه اليوم السيد رئيس يمس بثقتنا نعم ولذلك السيد رئيس ستكون سابقه وهذا الشيء ماشي معقول والا علاش كاع هاد التصويت الالكتروني وهذا الشيء كله علاش؟ ولذلك السيد الرئيس ارجو بان هذا الشيء ما يوليش تكرر لانه يمس بثقتنا نحن جميعا وانا ما بغيتش السيده النائبه بهدوء تنزل من تما هذا ماشي معقول. اذا اعرض الماده 32 سي رشيد السيد الرئيس. انا إذا سمحت لي السيد الرئيس غادي نطرح نقطة نظام في شكل تساؤل هل هناك في النظام الداخلي لمجلس النواب مادة تنص على أن جلسة تشريعية أي جلسة تشريعية أو تعتبر غير دستورية أو عملية تصويت غير صحيحة إلا باشتراط وجود أمينين واحد المعارضة واحد الأغلبية ما كيناش في النظام الداخلي السيد الرئيس شكرا السيد الرئيس نحن نؤسس العديد من المقتضيات الواردة في النظام الداخلي هذه مقتضيات واردة في النظام الداخلي ولكن ربما تطرح إشكالا في تنزيل هذه المقتضيات المتعلقة بالنظام الداخلي نحن حينما صوتنا على مكتب المجلس بما فيها الأمناء لم نصوت على أن الأمين فلان من المعارضة والأمين فلان من الأغلبية وبالتالي هناك مهمة محددة لأمين المجلس كيفما كانت الوضعية ديالو أو الانتماء ديالو سواء الأغلبية أو المعارضة وبالتالي ربما نظن بأن الإشكال كان غير مطروح في هذه النازلة المتعلقة بالمهام التي يجب أن يقوم بها الأمين باعتباره أمينا للمجلس وليس أمينا للأغلبية أو المعارضة. تفضل السيد الرئيس. السيد الرئيس لربما خصنا نرجعوا للاعمال التحضيريه ديال القوانين ديالنا الداخليه لا مزيان تستافدوا ولا ربما خصنا نرجعوا للاعراف والممارسات ديالنا وانا اسال هل انتخب امين او محاسب او نائب للرئيس دون ان نحدد بوضوح أنه ينتمي للفريق الفلاني ماشي فقط للمعارضة أو الأغلبية الأمين من الفريق الفلاني والرئيس مع كامل الأسف في هذه الولاية التشريعية غير لمعلوماتكم لم نكن نقبل حتى النظام الداخلي يكون إلا إذا كان مقررا له واحد من المعارضة هذه هي الأعراف والأخلاق الديمقراطية إلى الثقة ولا تطرح بهذا الشكل كما ترونها يجلس تما امين حنا ما جالسين الا لنتنافس الا لنتناقش الا لنختلف ولذلك لن اقول لكم
ولن أردد عليكم بأن الأمر ما تيتعرضش بهذا الشكل الأخلاقي البسيط اللي حول. راح نبي الله قيل له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لذلك احنا معارضة وأغلبية إلى تنطلبوا بواحد الحق بسيط وكنتوا في التشكيلة تراعيوه، ما يمكنش تنفقوا ويكون الإنفاق في المالية دون مراعاة أن المعارضة يجب أن تكون. علاش حنا دايرين؟ واش ما تنتقوش بعضياتنا لما كنا دايرين لجنة 13 ولجنة 20 للمراقبة، لمراقبة السير الذي نساهم فيه جميعا، ورغم ذلك تنديروا لجنة للمراقبة. اليوم زملائي الأعزاء وما خصهاش تبقى حساسية، ما عالجناش المشكل في التشكيلة لا في المحاسبين ولا في الأمناء، المفرط أولى بالخسارة. الوقت اللي تكون معارضة وتكون الأغلبية طلع المعارضة والأغلبية، الوقت اللي تكون الأغلبية وتكون حاضرة المعارضة الأمين من المعارضة، أما أن تكون المعارضة حاضرة وتتكلف الأغلبية بحسابها بصراحة هذا الشيء ما فيه مراعاة ولا اعتبار على أننا في عمل برلماني يجب أن تحترم المعارضة كما يجب أن تحترم الأغلبية. ولذلك أنا أتمسك، وإلا علاش تنديروا التصويت وتنديروا؟ حنا كون كان الطابلو الإلكتروني وباين فيه التصويت كون مشينا مع هاد الشيء وما نوقعوش هاد المشاكل. تيولي الأمينين دورهم غير تكميلي، ولكن حنا جالسين ما عارفين لا اللي حضر من عندنا ولا اللي حضر من طرف الآخرين. ولذلك غادي يكون من المفيد سيد الرئيس في حضور المعارضة أن تكون الرئاسة فيما يتعلق بحساب أن تكون ممثلة بالمعارضة والأغلبية. شكرا. شكرا سيد الرئيس. إذن أعرض المادة 32 للتصويت كما عدلها المجلس. الموافقون من فضلكم رفع الأيدي. بالنسبة الموافقون رفعوا الأيدي، لأنه كاين مشكل هنايا ودوك الإخوان بربعة واش واحد شنو هكذاك باش نوضحوا الامور باش نحسبوا مزيان. شحال؟ ها 134. المعارضون 78. الممتنعون لا احد. اعرض الماده 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. الموافقون اجماع اللجنة 35 إجماع. أعرض المادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. أعرض المادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. أعرض للتصويت مشروع قانون تنظيمي برمته كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 134. المعارضون 78. الممتنعون لا أحد. صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 65-13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها في قراءة ثانية له. كملت العمل، انتهت العملية ديال القانون. بغيتي تأخذ الكلمة تفضل. ما يمكنش العملية التصويت كيوقف فيها كاين مشكلة سيد الرئيس، لأنه النص كما تم التصويت عليه في القراءة الثانية يتضمن فصلا انتقاليا يهم تدبير الوزراء الذين يوجدون في حالة تنفي. وغير من باب الملائمة المنطقية ما يمكنش نديروا في قانون فصل كيمنع التنافي على الوزراء وفصل كيقول إذا كانوا الوزراء في تنافي فهم كيستمروا واحد ثلاث شهور. إذا سمحتم نمر إلى مشروع القانون رقم 133-12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية. الكلمة للسيدة لتقديم مشروع القانون فلتتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين،
السادة الوزراء. من فضلكم السيدات والسادة النواب. تجسيدا لمضامين استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية، أعدت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشروع قانون تحت رقم 133/12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، حظي بالمصادقة من طرف مجلس الحكومة وأحيل على أنظار مؤسستكم الموقرة لاستكمال مسطرة المصادقة. ومن بين أهم دوافع المشروع أولاً الاستجابة لمطالب المهنيين ولهيئاتهم التمثيلية لمواجهة أشكال المنافسة الخارجية وكل أنواع القرصنة التي يتعرض لها المنتوج الوطني، وثانياً تعزيز الآليات الحمائية لمنتوجات الصناعة التقليدية في ظل سياسة الانفتاح التي تبناها المغرب كخيار استراتيجي في معاملاته الاقتصادية والتجارية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، إن من أهم أهداف المشروع المطروح على أنظاركم الحفاظ على تنوع منتوجات حرف الصناعة التقليدية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بها، وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها، وكذا تشجيع تنمية الحرف من خلال تتمين المواصفات المرتبطة بها أو مميزات العوامل الطبيعية، وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها. ويبقى الهدف الأسبى هو الرفع من جودة منتوجات حرف الصناعة التقليدية والمساهمة في تحسين مستوى المداخل المترتبة عن تتمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتوجات المذكورة. أما عن مضامين مشروع القانون هذا فتتمحور حول المقتضيات التالية: تحديد مفهوم العلامة والبيان الجغرافي لمنتجات الصناعة التقليدية، ثانياً شروط الاعتراف بالعلامة والبيان الجغرافي لمنتوجات الصناعة التقليدية وكيفيات منحها واستعمالها وحمايتها، ثالثاً التزامات ومسؤوليات الراغبين في الاستفادة من العلامة المميزة بالإضافة إلى مقتضيات زجرية. وشكراً. شكراً السيدة الوزيرة لفرق ومجموعة الأغلبية للنائب محترم السي عبد الحليم علاوي. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيدة الوزيرة، السيد الوزير، إخواني أخواتي النواب، يشرفني أن أتدخل باسم فرق الأغلبية بخصوص مشروع القانون رقم 133/12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، والذي تمت مدارسته من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتي طرحت سياقه العام داخل رؤية 2015 كأداة لتعزيز جودة منتجات الصناعة التقليدية والمحافظة على التراث التقليدي المغربي، كما أكدت كذلك من خلال خلق مجموعة من الشارات والعلامات والتي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لشارات الجودة بقطاع الصناعة التقليدية. وقد سبق لفرق الأغلبية أثناء مناقشة مشروع القانون أن تمنت هذا الإطار القانوني لتفعيل هذه الاستراتيجية من خلال الأهداف المسطرة لها، والتي ترنو تتمين منتوجات الصناعة التقليدية والحفاظ على خصائصها مع إمكانية الرفع من مجال تسويقها جغرافيا لتغزو أسواق جديدة وما يواكب ذلك من فرص الشغل
وتعزيز مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني والنهوض به وحمايته وتطوير ماليته مع تحفيز المساهمين فيه ورفع مستوى تنافسيتهم. ولا شك أن العلامات المميزة ستمكن من الرفع من القيمة المضافة باعتبارها أصبحت مقاربة معترف بها في الثقافة الدولية للتتمين في المجتمعات المتقدمة التي تولي أهمية قصوى، كما ستمكن أو سيمكن هذا القانون الصانع المغربي من رفع معاملاته واختراق شبكات التوزيع بالداخل والخارج بفضل ما توفره الدولة وما التزمت به من الدعم اللازم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حيث الخدمات المدعومة في مجال الإنتاج والتسويق والتمويل داخل رؤية 2015 والهادفة إلى إنعاش التسويق كأداة أساسية لتطوير الصناعة التقليدية وإبراز نسيج مقاولاتي ديناميكي يواكب تتمين وتحسين جودة المنتوج الوطني. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، إن أهم محاور مشروع القانون الذي نحن بصدد تتجاوب مع أهداف رؤية 2015 فيما يخص الأسواق المستهدفة عبر الاستراتيجية الوطنية لإشارات الجودة بقطاع الصناعة التقليدية كأداة لتعزيز جودة منتوجات هذا القطاع، وهو إطار قانوني وضع داخل مضامينه أصناف العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية مع بيان مدلولها ومسطرة الاعتراف بالعلامات والأجهزة المعنية بمنحها، حيث تخول العلامة الوطنية والجهوية الاعتراف بالمواصفات والخصائص المميزة في مستوى عال من الجودة وفق مسطرة محددة ابتداء من وضعه لدى الإدارة المختصة من طرف الصناع التقليديين المنضوين في إطار جمعيات أو تعاونيات أو تجمعات مهنية. كطلبات الاعتراف بهذه العلامات مرفوقة بدفتر تحملات يبين تسمية العلامة وعناصر التعريف بالمنتوج وما يستجيب إليه من خصائص ومعايير والموقع الجغرافي مع برنامج المراقبة، وهي علامات لا يعترف بها إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية. وبهذا الإطار القانوني سيمكن المشروع من التوفر على آلية لتدوين وحماية التراث الحرفي ومواجهة أشكال المنافسة الخارجية والقرصنة التي للأسف يتعرض لها المنتوج الوطني، علاوة على أن المشروع يتضمن مقتضى يتمثل في البيانات الجغرافية والتي ستحمي جميع التسميات والخصوصيات المحلية للمنتوج الوطني. وفي هذا الصدد قد تم إحداث 5 فئات من الشارات: شارة الجودة الرفيعة، شارة الجودة الجهوية، العلامات الجماعية للتصديق، شارة الجودة مضمون، وشارة الجودة صانع مسؤول. لقد أوفت الحكومة بما تعهدت به من خلال هذا القانون في المخطط التشريعي بعد عرض هذا المشروع الذي كان مقترحاً ضمن الثلاث مشاريع القوانين الذي التزمت به وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، كما كان أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية في الموعد والمستوى المطلوب من خلال ما اتسمت به المناقشة العامة والتفصيلية بالتحليل الموضوعي لمواد المشروع وبروح التوافق عند الاقتضاء وبالردود الإيجابية للسيدة الوزيرة من خلال مدارسة 36 مادة التي تضمنها المشروع في أبوابه التسعة، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع في صيغته النهائية بعد تجويد النص وتقديم تعديلات توافقية. ووعيا منها بمكانة القطاع الوازنة وما يختزنه من مقومات حضارية وثقافية وفنية وجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتي تجعله يحظى بالتقدير والاحترام باعتباره مروجا لهوية المملكة وأصالتها، فإن فرق الأغلبية تتمن مرة أخرى هذا المشروع وعلى استعداد للتجاوب مع كل الأجراءات الكفيلة لحمايته والعمل على وضع الإطار القانوني لتجاوز المعيقات التي تعترضه أو تحد من تحسين ظروف عمل الصانع ومواجهة تحديات العولبة والمنافسة. وفي الختام نتوجه للسيدة الوزيرة وللقطاع ببعض التوصيات المواكبة والمدعمة له، كالقيام برصد خريطة منتوجات الصناعة التقليدية على صعيد المملكة. ثانياً، رفع مستوى حماية منتوج الوطني التقليدي من القرصنة والاستنساخ والعناية اللازمة بالصانع التقليدي
وما يتطلبه مجال التحفيز والتكوين المستمر مع مواكبة التكنولوجيا الجديدة في مجال التعريف بالمهارات والتسويق الإيجابي للمنتوج الوطني. والسلام عليكم. شكراً. الكلمة طاهر شاكر عن فرق المعارضة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، السيدة والسادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير، على كل حال اسمحوا للسادة الوزراء باش يتبعوا معنا. باسم فرق المعارضة أتشرف بأن أساهم هذه المساهمة المتواضعة في النقاش حول الموضوع المتعلق بمشروع قانون 133-12 اللي يهم العلامات المميزة للمنتوجات الصناعية التقليدية للصناعة التقليدية. سيد الوزير، نحن في فرق المعارضة ساهمنا بطبيعة الحال وأغنينا وشاركنا في تحسين المشروع الذي جاءت به الحكومة وصادقنا عليه بالإجماع من موقعنا كمعارضة بناءة وطنية مسؤولة بطبيعة الحال. حينما تأتي الحكومة بشيء جيد وإيجابي ويتلائم مع الوضع في البلاد اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا نصفق له ونسانده وندعمه ونطوره ونحسنه بطبيعة الحال ونتلائم ونتفاعل معه بالإيجاب، وهذا ما جاءت به السيدة الوزيرة بطبيعة الحال التي تابعت كل الجلسات التي تم فيها من خلالها تدارس هذا الموضوع. علاش احنا من موقعنا في المعارضة سايرنا هذا الطرح هذا وهذا المشروع هذا وصوتنا معه وبالإجماع؟ لأن السيدة الوزيرة وضحت من خلال المشروع المقدم ومن خلال التساؤلات التي طرحت داخل اللجنة للقطاعات الإنتاجية على أن هذا المشروع جاء ليحمي التنوع ديال الصناعة التقليدية. الإخوة، إذا كانت الصناعة التقليدية ماتت تعنيكم شيء؟ على كل حال سيد الرئيس شكرا. قلت على أن الحكومة والوزيرة من خلالها جابت هذا المشروع هذا الذي بين على أن التنوع ديال الصناعة التقليدية، هذا التوزيع الوطني للصناعة التقليدية على الصعيد ديال التراب ديال المملكة من طنجة إلى القويرة ومن الحدود البحرية إلى الحدود الشرقية هو متواجد في جميع المناطق سواء في الجبال أو السهول أو الهضاب أو السواحل أو الصحاري. إذن كل منطقة منطقة، كل متشر متشر، كل دوار دوار، كل مدينة مدينة، كل حي حي، إلا وفيه صناعة تقليدية وفيه مهارات بطبيعة الحال وفيه تراث وفيه تاريخ وفيه بطبيعة الحال حمولة تراثية اللي احنا وفيه أصالة بطبيعة الحال اللي خصنا نحميوها. إذن من خلال هذا المشروع اللي جاء يحمي ويدعم هذا التنوع ويحافظ عليه قلنا هذا شيء إيجابي. كذلك جاء المشروع ليدعم التثمين والتحويل والتصنيع بطبيعة الحال والتدقيق للمهارات التي تخرج بطبيعة الحال من أنامل السيدات والسادة الصناع التقليديين بطبيعة الحال على كل المناطق الجغرافية للمملكة. كذلك جاء ليدعم الحماية لهذا التراث الوطني ولهذا الصناعة التقليدية الوطنية بطبيعة الحال من الهجومات التي تعرفها سواء كانت من الصين الشعبية أو من بعض الدول بطبيعة الحال التي أخذت عنا صناعتنا التقليدية وتبنتها بطبيعة الحال وبالتالي قتلت كل قيمة مضافة التي يمكن أن تنتج داخل البلاد وتزاحمنا في الأسواق الدولية مع أننا نحن أهل الدار. إذن دعم الجودة، الاعتراف بالخصائص الجغرافية للموارد
الأولية التي متواجدة. وهنا السيدة الوزيرة والسادة الوزراء اللي حاضرين والسيدات والسادة النواب، تنبغي فقط أشير على أن الصناعة التقليدية المغربية هي تتعامل مع المنتوجات ومع المواد الأولية المحلية اللي البعض منها اندثر أو تقهقر أو في طور الاندثار، فخاص كذلك لحماية المنتوج ولدعمه بطبيعة الحال أن نحمي كذلك المواد الأولية، وأخص بالذكر مثلا بعض الأشجار التي كانت بطبيعة الحال المادة الخام التي تستعمل فيها الصناعة التقليدية، وأشير مباشرة إلى العرعار وإلى القرقاع وإلى واحد الأنواع ديال الأشجار التي هي المادة الخام التي تطورها الأيادي والمهارات المغربية من أجل منتوج صناعي تقليدي مغربي وطني بطبيعه الحال ومكانته على الساحه الدوليه. كذلك المشروع جاء لينعش ويدعم المهارات الوطنيه بطبيعه الحال النسائيه منها والرجاليه والذكوريه في هذا الباب، وجاءت كذلك لتخلق من هذا المجال على انه يكون واحد المعدن ديال التشغيل وديال الاقتصاد الوطني، وكذلك ديال التكوين وديال التمرس على هذه الصناعه لحمايتها. كذلك جاء ليدعم على ان هذه الصناعه التقليديه هي لها حموله ثقافيه تراثيه تاريخيه ديال اللي ورثناها عن الاباء والاجداد التي يجب ان نحافظ عليها وان نكون في المستوى بطبيعه الحال ديال الحفاظ عليها. الخلاصه السيده الوزيره، جئت بالمشروع، الحكومه جات بالمشروع، صفقنا له وساندناه، ولكن المشروع لا يكفي. أقول لكم هذا وأنتم تعلمون السيدة الوزيرة على أننا معكم في هذا المجال هذا، لأن أولا هذا منتوج وطني، هذا مجال وطني، هذا تراث بحملته اللي هي معروفة، ولكن القانون بوحده لا يكفي. تبين من خلال المناقشة على أن المشروع اللي جينا به ان العلامات اللي هي كاينه واللي متواجده الان هي 32 علامه مميزه، هي اللي كاينه، مع ان الصناعه التقليديه في المغرب بطبيعه الحال بجميع المناطق ديالو هي اكثر من ذلك وهي اكبر من ذلك. راه الصناعه التقليديه ما كايناش غير في المدن ولا في بعض المدن ولا بعض، لا تختزل في 32 تمييز او لا ترميز او لا لابل، كاين اكثر من هادشي. وليت القناعه اللي تبين اللي تبلورت من خلال النقاش على انكم في الحكومه وفي الوزاره ما عندكمش دراسه شموليه على هذا الموروث الثقافي، على هذا المنتوج الصناعي الغني به البلاد. راه لا يكاد مثلا ناخذ الزربيه، راه ما كايناش غير الزربيه الرباطيه ولا الزربيه، والزربيه راه كاينه في الجبال في السهول في الهضاب، كل منطقه كل دوار له زربيته. خاصنا الرؤيه ديالنا تكون شموليه باش ما نميزوش غير بعض المدن على راه فين ما مشيتي تلقى الزربيه راه كاينه في الرباط، كاينه في سله صحيح، كاينه في فاس صحيح، ولكن راه كاينه في الاطلس الكبير، كاينه في الاطلس الصغير، كاينه في الصحراء، كاينه في دكاله، كاينه في جميع المناطق، راه الزربيه راه كلها زربيته. ولهذا خاصكم تهتموا بها. الخزاف راه ما كاينش غير في فاس ثاني ولا في اسفي ولا شعر، وكل منطقه راه جدودنا وجدودكم كانوا تيشربوا الماء بالبراده وبالزلافه وبالطنجيه وبالقنبوره وبالخابيه الى اخره، كل منطقه كدج ما كانوا تيجيبوه من شي جهه واحده. اذا هذا الشيء خاصنا نحافظوا عليه. كذلك ملي كانوا بكري تيصوبوا الخبز ديالهم راه ما كانوش تيجيو الخنشه عند المطحنه الصناعيه، راه كان كل واحد عنده طحان وعنده رحات وعنده بطبيعه الحال الغربال ديالو من الرقيق والغليط والزيار والشطاط باش الى اخره. العيالات ديال بكري راه كانوا تيصوبوا الخبز ديورهم، راه كانوا من الحبوب الى الفران، ما كانوش تيشريوا الخبز، كان شراء الخبز من السوق كان حشومه واحد الوقت. ولهذا الصناعه التقليديه ديالنا كل منطقة فيها صناعة، وما أقوله عن الخبز، أقوله عن الماء كذلك، أقوله عن النقل، أقوله عن واحد العدد الأمور اللي هي كلها كانت تنتج من الصناع التقليديين ديالنا اللي هما كاينين، وكل منطقة كانت تبدع بطبيعة الحال وتنتج وتسد الخصص الذي كان، وكنا كذلك نصدر البقايا منه إلى الخارج. إذا القانون هو جا، ولكن السيدة الوزيرة أقول لكم شيء، راه ملي شفت الميزانيه اللي مخصصه لكم في القطاع ديال الصناعه التقليديه، اقول لكم الا كان هذا الطموح كبير بميزانيات صغيره راه ما يمكن لكم ديروا حتى شي حاجه.
اقول هذا لانه خاص كذلك تكون اراده سياسيه عن الحكومه باش تعطيكم الوسائل باش تقوموا بهذا العمل العظيم والوطني والمسؤول والشامل والكامل بطبيعه الحال للعنايه بالصناع التقليديين، والعدد ديالهم راه كبير بطبيعه الحال، وراهم ك ك كمورد ديال الصناعه التقليديه وكيد عامله وكشغيله وكتشغيل، راه كذلك ركن من اركان السياسه. اذا خاص كذلك من اجل التنزيل ديال هذه المضامين ديال هذا المشروع خاص التمويل وخاص الاراده السياسيه بطبيعه الحال باش نحافظوا على الشيء اللي بغينا نحافظوا عليه وننميوا الشيء اللي بغيناه وننميوا الجوده كذلك وننعشوا الشغل من خلال القطاع ديال الصناعه التقليديه. وهذا ما ننتظره منكم ان شاء الله، وغادي نشوفوا المراسم التنزيليه لهذا المشروع وكذلك الوسائل الماديه والبشريه التي ستخصص لهذا المشروع حتى يكون هذا الاجماع ديالنا معكم وتكونوا في مستوى هذا الاجماع اللي احنا معكم فيه في هذا القانون هذا وفي هذا المشروع هذا وفي هذا القطاع هذا اللي هو قطاع وطني بامتياز بطبيعه الحال. وما وعد الصناعات الاخرى راه كاينه غير في المدن الى اخره. استسمحكم وشكرا لكم، وسنصوت معكم مره اخرى ونؤكد التصويت لنا ديالكم، ونتمنى ان تكونوا في مستوى هذا التجاوب هذا. شكرا. شكرا السيد النائب المحترم. اذا نمر الى عمليه التصويت. اعرض الماده الاولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 9 للتصويت. اجماع. اعرض الماده 10 للتصويت. اجماع. اعرض الماده 11 للتصويت. اجماع. اعرض الماده 12 للتصويت. اجماع. اعرض الماده 13 للتصويت. اجماع. اعرض الماده 14 للتصويت. اجماع. اعرض الماده 15 للتصويت. اجماع. اعرض الماده 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. اجماع. اعرض الماده 20 للتصويت. اجماع. الماده 21 اجماع. الماده 22 اجماع. الماده 23 اجماع. الماده 24 اجماع. الماده 25 اجماع. الماده 26 اجماع. الماده 27 اجماع. الماده 28 اجماع. الماده 29 اجماع. الماده 30 اجماع. الماده 31 اجماع. الماده 32 اجماع. الماده 33 اجماع. 34 اجماع. 35 اجماع. اعرض مشروع القانون برمته للتصويت. اجماع. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 133/12 يتعلق بالعلامات المميزه لمنتوجات الصناعه التقليديه. قانون رقم 85/14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2/14/596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 1271 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 موافق 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 85 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح الرواتب التقاعد. كلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتقدم أمام مجلسكم الموقر بمشروع القانون رقم 85/14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2/14/596 الصادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم
القانون رقم 01271 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05-89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويأتي مشروع هذا القانون من أجل استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بقانون المشار إليه تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية. سيد رئيس، حضرات سيدة والسادة النواب المحترمون، لقد سبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسكم المقر أن صادقت على المرسوم بقانون جوج 14-596 المشار إليه بتاريخ فاتح شتنبر 2014 الذي تم إعداده في إطار مقتضيات الفصل 81 من الدستور. وكما تعلمون تم اللجوء إلى آلية المرسوم بقانون من أجل المعالجة الفورية والعاجلة للنتائج التي كانت ستترتب عن مغادرة عدد كبير من أطر التربية والتعليم لوظائفهم لبلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد خلال السنة الدراسية والجامعية الحالية. وهنا لابد من أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه إلى أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعبارة الشكر والامتنان على مساندتهم عندما عرضنا عليهم مشروع المرسوم بقانون المذكور الذي صادقت عليه بعد مناقشة مضمونة. ولا بأس من التذكير أن مشروع المرسوم بقانون المشار إليه يهدف إلى الاحتفاظ في العمل إلى غاية ما تم السنة الدراسية والجامعية بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بالأساتذة الباحثين، وذلك حتى يتسنى لهم استكمال المقررات والبرامج الدراسية ومصاحبة التلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة الذين أشرفوا على تدريسهم منذ بداية السنة الدراسية والجامعية، وبالتالي الحفاظ على نفس المناخ التعليمي الذي يعتبر استقراره شرطا ضروريا لتحقيق أهداف العملية التربوية التي نطمح جميعا إلى توفير كافة شروط إنجاحها، ومنها توفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير مرافق التربية والتكوين. سيد رئيس، حضرات السيدة والسادة النواب المحترمون، لا يفوتني أن أشير إلى أن مصالح كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد فعلت مقتضيات المرسوم بقانون رقم 14-596 المشار إليه بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 سبتمبر 2014، حيث تم فعلا الاحتفاظ ب 7677 موظفا بقطاع التربية الوطنية، 6580 منهم ينتمون إلى هيئة التدريس أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. كما قامت وزارة التعليم العالي بالاحتفاظ ب 130 أستاذ باحث، كما تصدر الإشارة إلى أنه بعد إصدار المرسوم بقانون ونشره بالجريدة الرسمية ومن أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بهدف التطبيق السليم لمقتضياته ضمانا لحقوق الموظفين المحتفظ بهم، قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بعد التنسيق مع الإدارات المعنية
بإعداد مشروع منشور حول كيفية تطبيق المرسوم بقانون المشار إليه تم توقيعه من طرف السيد رئيس الحكومة بتاريخ 5 نوفمبر 2014. وقد تضمن هذا المنشور كيفية تطبيق المرسوم بقانون، ولا سيما ما يتعلق بالحفاظ على جميع الحقوق المخولة للموظفين في تاريخ الاحتفاظ بهم، بما فيهم حقوقهم في الأجر والترقية، بالإضافة إلى التنصيص على اعتماد تاريخ 31 غشت من كل سنة كتاريخ موحد لنهاية الاحتفاظ. سيد رئيس، حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين، إن مشروع القانون رقم 85/14 المعروض على أنظاركم من أجل المصادقة عليه، الذي تمت المصادقة عليه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسكم الموقر بتاريخ 3 فبراير 2015، يتضمن مادة فريدة يتم بموجبها المصادقة أو بموجبها المصادقة على المرسوم بقانون رقم 214/596 المنشار إليه أعلاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير. إدريس بوطاهر باسم فرق ومجموعة الأغلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين. يشرفني أن أتدخل باسم فرق ومجموعة الأغلبية في المناقشة العامة لمشروع رقم 85/14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 596/14/2 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89/5 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال مسارات المصادقة على المرسوم بقانون صدر في الجريدة الرسمية عدد 6187 مكرر بتاريخ 2 شتنبر 2014 تطبيقا لإحكام الفصل 81 من الدستور. ويأتي هذا المشروع كذلك في سياق ما تعرفه بلادنا من مجهودات لإصلاح أنظمة التقاعد وسعينا الجماعي من أجل بناء مجتمع مزدهر، والذي حدد دستور يوليوز 2011 معالمه ومبادئه. قد انصب هذا المشروع على بعض فئات الموظفين والمنخرطين في نظام المعاشات المدنية، أخذاً بعين الاعتبار بطبيعة عملها بشكل يحفظ حقوق المواطنين والسير الطبيعي للمرافق العمومية، خصوصاً في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي وكذا في التعليم العالي، التي يجب أن توفر لكل المتمدرسين المغاربة معرفة تواكب العصر ومهارات تتماشى وحاجيات البلاد، وضمان استقرار المنظومة التربوية لمصاحبة التلاميذ والطالبات والطلبة من طرف مدرسيهم منذ بداية السنة الدراسية والجامعية إلى نهايتها. كما يرمي هذا النص إلى ضمان الحفاظ على أهداف العملية التربوية، والتي ترتكز بالأساس على استقرار المناخ التعليمي والتربوي، وضمان استمرار وتطبيق المشروع البيداغوجي المعد في بداية السنة من طرف المدرسين والأساتذة في تتبع جميع مراحله دون إحداث أي شرخ أو انقطاع بسبب تغيير أو تقاعد المشرفين عليه قبل منتصف السنة الدراسية. وكذا هذا النص الذي استثنى من أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون رقم 71/12 بعض الفئات التعليمية التي تفرضها الضرورة، لا سيما الأساتذة الباحثين، وتمكينهم من الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية الجارية رغم بلوغهم حد سن إحالة على التقاعد، وهو ما خول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الاحتفاظ ب 7677 موظفا بقطاع التربية الوطنية، 6580 منهم يمثلون هيئة تدريس من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وكذا 130 باحثا بالتعليم
العالي أستاذاً باحثاً بالتعليم العالي وهي أعداد مهمة، وانطلاقاً من ضرورة الحفاظ على كل حقوق المخول للموظفين في تاريخ الاحتفاظ بهم بما في ذلك حقوقهم في الأجر والترقية، بالإضافة إلى التنصيص على توحيد تاريخ الاحتفاظ بهم، ونظراً لأهمية هذا النص فإننا في فروق المجموعة الأغلبية نصوت بالإيجاب على هذا المشروع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد النائب. المالي النائب محترم سي خالد السبيه باسم فرق المعارضة. سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب، يشرفني أن أتدخل باسم فرق المعارضة النيابية في مناقشة مشروع القانون الذي يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون رقم 2/14/596 المتمم للقانون رقم 1271 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، وكذا القانون رقم 589 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. هذا المشروع كما تعلمون يتضمن مادة فريدة يتم بموجبها المصادقة على المرسوم بقانون سالف الذكر، والذي تريد الحكومة من خلاله التحكم في حياة ومسار رجال ونساء قطاع التعليم بتمديد عمل هؤلاء الذين بلغوا سن التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية أو الجامعية. لقد قررت الحكومة بشكل أحادي عبر المرسوم بقانون سالف الذكر الذي تم الشروع في تطبيقه ابتداء من فاتح شتنبر 2014 دون استشارة الفاعلين الاجتماعيين، دون استشارة المعنيين بالأمر، الاحتفاظ بحوالي 8000 أو 9000 من الأساتذة والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظف التربية الوطنية في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام إلى غاية نهاية السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد. السيد الرئيس، إن الطريقة التي تم بها تمرير هذا المشروع لا بد وأن تنعكس سلبا على تطبيق هذا المرسوم الذي طرح إشكاليات كبيرة لدى الكثير من رجال ونساء التعليم الذين عبروا عن عدم ارتياحهم باعتباره إجراء إجباريا وملزما بالنسبة لهم وليس عملا اختياريا تشاوريا، في غياب التحفيزات والظروف الملائمة للاستمرار في العمل، مما أدى إلى فداحة هذا التدبير الأحادي الجانب، ونعتبره خرقا دستوريا سافرا لتعمده إجبار فئة معينة من موظفي الدولة على البقاء في الخدمة العمومية سنوات إضافية رغم بلوغها السن القانوني للتقاعد، كما نعتبره إجهازا على حقوق شريحة مهمة من المواطنين أنهكها اجتهادها ومثابرتها في تنشئة الأجيال وتربيتها وتعليمها. ففي الوقت الذي كان فيه المواطنات والمواطنين ينتظرون من الحكومة رد الجميل لهم وتكريمهم على الجهود الكبيرة والتضحيات الجليلة التي بذلوها على حساب صحتهم لصالح الوطن ولفائدة أكباد كل المغاربة، قررت الحكومة أن تكافئهم في آخر مسارهم المهني بإجبارهم رغما عنهم المكوت في العمل رغم ظروفهم الصحية والنفسية ورغم الوضع الذي يوجد عليه قطاع التعليم ببلادنا. السيد الرئيس، إننا نعتقد بكل أسف
أن الحكومة تسرعت في تطبيق هذا المرسوم ولم تعر أدنى اهتمام للتبعات الاجتماعية لقرار من هذا القبيل، كما أن هذا التعامل يكرس نظرة تقنية لتعامل الحكومة مع موضوع كموضوع التقاعد دون أدنى مقاربة اجتماعية. ذلك أنه في الوقت الذي كنا نطمح فيه أن تتجاوب الحكومة مع ما جاء في خلاصات التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص أنظمة التقاعد، وأن تخضع هذا الملف لنقاش عمومي واسع وتفتح المشاورات بشأنه مع كافة الفاعلين بشكل جاد ومسؤول، إلا أن الحكومة أبت إلا أن تلجأ إلى اتخاذ قرارات جزئية متسرعة وارتجالية من أجل تصور غير متكامل بخصوص إصلاح منظومة التقاعد. السيد الرئيس، إن هذا المرسوم يطرح أكثر من تساؤل. لماذا أصرت الحكومة على تغييب الحوار بخصوص هذا الموضوع بعدم إشراك النقابات التي جعل منها الدستور الإطار القانوني المساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها بكل حرية ومسؤولية في نطاق احترام الدستور والقانون؟ لماذا لجأت الحكومة إلى إعمال الفصل 81 من الدستور الذي بمقتضاه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كل المجلسين مراسيم قوانين كان يمكن عرضها في خلال الدورة العادية؟ هل كان الهدف من تغييب البرلمان عن المناقشة العميقة لموضوع يكتسي أهمية بالغة لكونه يهم شريحة اجتماعية يرتبط به مصير البلاد كان هو هروب من أجل فتح النقاش عن إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد؟ لماذا لجأت الحكومة إلى هذا الحل الترقيعي لمعالجة وضعية بسيطة في الوقت الذي كان من المفروض أن تتم فيه المعالجة في إطار الإصلاح الشامل؟ لماذا أصرت الحكومة على إبعاد المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري في التعامل مع موضوع مرتبط بحياة فئة اجتماعية أفنت شبابها في خدمة الناشئة تربية تكوينا وتعليما لتفاجأ بقرار انفراد يمس هذه الشريحة المعنية في بقية حياتها، وكأن الأمر يتعلق بأداة ميكانيكية يمكن تسخيرها في كل وقت حسب حاجيات المعمل ومتطلباته؟ لماذا لم تنتبه الحكومة إلى الخصاص الحاصل في الأطر التعليمية من قبل؟ ألم تكن تعلم أنه ستقع في هذا الإشكال؟ وكيف أنها لم تفكر في سد الخصاص من قبل وأن تتخذ التدابير الضرورية في حينها بدل معاقبة أشخاص تفانوا في أداء ما أهمهم وأصبحوا الآن في حاجة للدولة لكي تعوضهم عن المعاناة خلال مسارهم المهني؟ كيف لشخص من الأسرة التربوية أنهكه العمل المضني الذي مارسه طوال حياته المهنية أن يحقق ما تطلبه منه الحكومة في بضعة شهور؟ وكيف له أن يقوم بعمله في أحسن الظروف في ظل الاحتقار وغياب الاحترام الذي يشعر به جراء ما قامته به الحكومة من سطو على حياته وتحميله وتكليفه إجباريا مهمة لم يعد قادرا على أدائها بالشكل المطلوب؟ لماذا يتم دوما تحميل عبء فشل الحكومة للمواطن خاصة الموظف البسيط؟ هل الحكومة وبقرارها هذا في ظل جو مفعم بالإحباط والإحساس بالغبن والظلم ستضمن للتلميذ تعليما سليما وتكوينا متكاملا؟ السيد الرئيس، إننا في فرق المعارضة نعتقد أن نجاح أي إجراء لابد وأن يرتكز أساسا على الحوار وعلى المقاربة التشاركية المبنية على الثقة وعلى استحضار مصالح المواطنين والأجراء. وللتذكير فإن هذه المقاربة هي التي مكنت فيما مضى وفي ظروف مماثلة بضع سنوات من التوافق على عدة أجراءات، منها الرفع من الاقتطاعات، إصلاح الصناديق الداخلية لعدة مؤسسات عمومية، الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وكذلك استرجاع البعض من متأخرات الدولة لفائدة صناديق التقاعد. السيد الرئيس، إننا في فرق المعارضة
نرفض مثل هذه القرارات الارتجالية والانفرادية الغير مبنية على التوافقات وعلى مشاورات قبلية، ونحمل الحكومة مسؤولية تداعيات هذا الإجراء الارتجالي على فئات عريضة من المواطنين، ولذلك سنصوت ضد هذا المرسوم تضامنا مع هذه الشريحة الاجتماعية التي تعرضت للغبن والتعسف في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات. شكرا. شكرا سيد نائب محمد. إذن أعرض لتصويت المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون، الموافقون. مئة وتسعة وعشرين. المعارضون. واحد وستين. الممتنعون. لا أحد. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 85/14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2/14/596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 1271 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 85 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بتغيير الظهير الشريف رقم 59/75 بتاريخ 6 رمضان 1378 16 مارس 1959 بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. كلمة السيد الوزير لتقديم مشروع القانون. قدم المشروع. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أتشرف بتقديم مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 59/75 بتاريخ 6 رمضان 1370 الموافق 16 مارس 1959 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. هذا المشروع خول منذ 1959 لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المصابين بأعطاب وعاهات ناتجة عن مشاركتهم في الحوادث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، وكذا الأرامل وأيتام شهداء هذه الفترة راتب للمعاش. حدد الفصل 6 من هذا الظهير الشريف قيمته الشهرية من فاتح أبريل 1959 في 142 درهما بالنسبة لزمانة تقدر ب 100%، يحول نصفها إلى أرامل المقاومين الحاصلين على نسبة العجز تعادل أو تفوق 60%، وبمقتضى ظهير شريف 6 أغشت 1976 تم الرفع بمبلغ راتب معاش العطب ليصل شهريا ابتداء من 16 دجنبر 1973 الى 393 درهما، وربطه بكل زيادة تطرأ على الرقم الاستدلالي حيث عرف عدة تعديلات الى ان بلغ 823 درهما من فاتح يوليوز 1997 الى متم سنة 2001. ومنذ فاتح يناير 2002 نص القانون رقم 54/02 على زيادة نسبية في قيمة راتب معاش العطب انتقلت بموجبه النقطة العددية الممنوحة على أساسها من 8.23 إلى 9.28 درهما، ومن ثم أصبح يتحدد في مبلغ 928 درهما في الشهر بالنسبة لزمانة تقدر ب 100%. واليوم بات من الضروري تحسين النظام الحالي للرواتب المعاشية بعدما لم يعد مع مرور السنين يتناسب الأوضاع المادية والاجتماعية لحال أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير إلا جزئيا جراء محدودية الموارد المادية لأغلبهم وتواضع القيمة المحددة بموجبه والتي لا تتلائم مع ما تقتضيه ضرورة ومتطلبات العيش الكريم واللائق لارتباطها
بتطور الرقم الاستدلالي والمستوى المعاشي من جانب، وصعوبة تحمل هذه الشريحة الاجتماعية في ظروفها المادية والاجتماعية القائمة ارتفاع تكاليف الحياة اليومية من جانب ثاني، الأمر الذي جعل الفجوة تتسع بين مستوى عادي معاش العطب والمستوى المعيشي المستهدفين به من ذوي الدخل المحدود ومن ذوي الحاجة. كما يندرج هذا الإجراء المقترح في سياق برنامج العمل المرحلي الذي اعتمدته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على هذه التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تدبير الشأن الاجتماعي لأفراد المقاومة وجيش التحرير بمقاربة جديدة تكفل لهم ما هم جديرون به من وفور العناية واضطراد التكريم، وهو البرنامج الذي يشكل الملف الاجتماعي أحد أهم مرتكزاته الأساسية، حيث تم توجيه العناية لتحسين قيمة التعويضات النقدية المخولة للمنتمين لمقاومة جيش التحرير الذين توجد فئات واسعة منهم في أمس الحاجة للرفع من مقدار ومستوى راتب المعاش العطب تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وأحوالها المعيشية. على هذا الأساس تتقدم المندوبية السامية للمقاومة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمشروع قانون لتغيير الظهير المشار إلى إعلاه، وبالتالي سيتم رفع معاش العطب من 9.120 درهم إلى 12.06 درهم ليصبح بذلك الراتب السنوي للزمانة المحددة في 100% مساويا ل 14472 درهما سنويا بواقع 1206 درهم في الشهر، سعيا لمواجهة حالة العسر الاجتماعي وشظف العيش لشرائح عارضة من المستفيدين منه. شكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد الوزير. لفرق الأغلبية، فرق ومجموعة الأغلبية، النائبة المحترمة فاطمة الضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، السادة الوزراء المحترمون، يشرفني أن أتدخل باسم فرق مجموع الأغلبية لدراسة مشروع قانون رقم 62/14 يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 51/075 بتاريخ 6 رمضان 1378 16 مارس 1959 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين، والذي يهدف إلى تحسين النظام الحالي لرواتب المعاش المعاشية لفئة المقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. هذه الرواتب التي لا طالما ندينا بضرورة تحسينها، وأود أن أشير هنا أن الزيادة في قيمة النقطة في الراتب السنوي للزمالة أصبح 12.0 درهم في الشهر، ورغم أهميته فإنه يعد ضئيلا جدا بالنسبة لحجم الانتظارات والتطلعات التي نعتبرها أساسية ومشروعة وملحة، سواء بالنسبة لهذه الفئة التي ضحت من أجل الوطن أو بالنسبة لنا جميعا. سيد الرئيس، سيد الوزير، لا تفوتنا الفرصة كي نشكر الحكومة والسيد المندوب السامي للمقاومة على ترافعه في جميع المنابر للدفاع عن هذه الفئة من المقاومين. وارتباطا بتحسين وضع الوضعية المادية والاجتماعية، فإننا ندعو الحكومة إلى إيلاء مزيد من الجهد من أجل تحسين الخدمات، خاصة التغطية الصحية المقدمة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمساهمة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تكريما واعترافا بهذه الفئة المناضلة من شعبنا لتحقيق تطلعاتها. سيد الرئيس المحترم، إننا نعول على إرادة هذه الحكومة بغية الرفع من أوجه الخدمات المقدمة لهؤلاء المقاومين وذويهم بما يحفظ كرامتهم ويسهم في تحسن أوضاعهم الاجتماعية والمادية، وكذا تحقيق التكريم المستحق لهذه الفئة الخيرة من شعبنا. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، في هذا الصدد وبعيدا عن الاعتبارات المادية والاجتماعية الواجب منحها لهذه الفئة، أود أن أشير بأن صيانة تاريخ المقاومة المغربي تتطلب تعبئة العديد من الفعاليات بمختلف المشارب والتوجهات في سياق تنسيقي تشاركي للتذكير بهذه المحطات الناسعة من تاريخ البلاد. صحيح أن المندوبية ما فاتئت تعرف بهذا التاريخ، لكن على مستوى
مستوى الإعلام فإننا نلاحظ قصورا ملحوظا في هذا الجانب، من جانب ضعف برامج المواكبة الإعلامية على المستوى التاريخي وكذلك على المستوى الفني. سيد الرئيس المحترم، إن من وسائل الاعتراف بالجميل للمقاومين وتكريمهم بعد وفاتهم هو إطلاق أسمائهم على الشوارع والأزقة والساحات العمومية وغيرها. صحيح أن العديد من الشوارع تسمى بأسماء رجالات المقاومة، لكننا نعتقد جازمين بأن هناك أسماء أخرى لا تحظى بنفس الشهرة ولكنها أبلت البلاء الحسن ضد الاستعمار. ومن ثم فإننا نقترح على المندوبية السامية تقديم جرد لهذه الأسماء للمجالس الجماعية ووزارة الداخلية قصد إطلاق أسماء مقاومين على شوارع ومنشآت وملاعب وساحات المدن التي ينحدرون منها. وفي الأخير ندعو مرة أخرى إلى النهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع التي بذلت الغالي والنفيس في الدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته يوم احتاجها الوطن للدفاع عنه، وأن نجتهد جميلا من أجل رد الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدة النائبة. السيد رئيس محمد الزردالي عن فرق المعارضة. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدة الوزيران، السادة النواب المحترمين. لكامل الشرف أن أتناول الكلمة باسم فرق المعارضة في إطار مناقشة مشروع قانون الذي يتعلق بتغيير وتتميم الظاهر الشريف بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. لقد جاء هذا المشروع قانون على ضوء التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تدبير الشأن الاجتماعي لأسرة المقاومة وجيش التحرير، هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس إلى جانب المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه فداء لهذا الوطن، والتي نتج عنها عن تضحيتها أعتاب وعاهات. وقد جاء هذا المشروع قانون بهدف تحسين النظام الحالي للرواتب المعاشية لهذه الفئة الذي لم يعد يتناسب والأوضاع المادية والاجتماعية الحالية لهذه الفئة من أسرة المقاومة وجيش التحرير، وذلك عن طريق زيادة في قيمة النقطة العددية الممنوحة على أساسها راتب معاش العطب من 9.28 درهم إلى 12.06 درهم، ليصبح بذلك الراتب السنوي للزمن المحددة في 100% مساويا إلى 14.472 درهما في السنة، أي بواقع 1.206 درهما في الشهر، وذلك سعيا لمواجهة حالة العسر الاجتماعي وشظف العيش وكذا محدودية الموارد المالية لهذه الشريحة من المستفيدين، وخصوصا الأرامل والمرضى والمعوزين الذين طالهم النسيان والتهميش على مدى السنوات. لذلك فنحن في فرق المعارضة ننوه بأهمية هذا المشروع لما له من انعكاسات إيجابية على حياة أسرة المقاومة وجيش التحرير حتى تتمكن من العيش بكرامة، علما أن هذه الالتفاتة تبقى محدودة الأطر ولا ترقى إلى ما نتوخاه جميعا لهذه الشريحة من اعتراف حقيقي بتضحياتها. إن هؤلاء الذين نلتفت إليهم بهذا المشروع بذلوا كل مجهوداتهم واستهانوا بحياتهم واسترخصوا دماءهم، ولم يفعلوا ذلك رغبة في تحقيق مكاسب مادية آنذاك، ولكنهم فعلوا ذلك بوازع وطني صرف، وعلينا اليوم أن نكافئهم على هذا الوازع وعلى ما بذلوه من تضحيات جسام، وذلك عبر العناية بهذه الشريحة ليس فقط من خلال إعادة النظر في راتب معاش العطبي، ولكن من خلال إعادة النظر في أوضاعهم بصفة عامة على نحو يجنبهم الحاجة والفاقة ويضفي على حياتهم الكرامة والمنشودة كما ارتضوها لبلادهم في سالف الأيام. وبالنظر إلى الجوانب الإيجابية للمشروع فإننا سنصوت عليه بالإيجاب. وشكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. للتصويت أعرض المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون للتصويت. الموافقون، إجماع.
صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 62/14 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 59/075 بتاريخ 6 رمضان 1378 موافق 16 مارس 1959 بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم. قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. تفضل السيد النائب مقدم صاحب المقترح لتقديم المقترح. السيدة النائبة حسناء أتقدم. تفضل. عندك تقديم خذ. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدات والسادة النواب. أتشرف باسم الفريق الاشتراكي بأن أقدم مؤطرة بالمادة 134 من النظام الداخلي مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي أحيل من طرف الفريق الاشتراكي بتاريخ 16 أبريل 2014 وتم البدء بتقديمه من أجل المناقشة بحضور الحكومة يوم بعد ذلك فاتح أكتوبر 2014. لأننا كما يعرف الجميع أرقام وإحصائيات يجب التوقف عندها والمتعلقة بأن بلادنا تخسر كل سنة أو ما يقارب 4000 شخص وما يفوق 14 مليار درهم سنويا نتيجة حوادث السير، أي نحو 2% من الناتج الداخلي الخام. تسجل المملكة أكثر من 12 حادثة سير كل ساعة، قتيل واحد كل ساعتين، 3 مصابين كل ساعتين، و10% مصابين، ما يناهز 89529 مصابا بجروح خفيفة. كتسجل هذه الأرقام وهذه المعطيات ارتفاعات سنوية. بنينا تقديمنا لمقترح إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية اعتمادا على هذا الوضع الكارثي لواقع السلامة الطرقية من جهة، اعتمادا أيضا على عدم إدراج البرنامج الحكومي لأي آلية تنسيقية تقوم مقام اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، اعتمادا أيضا على المخطط التشريعي للوزارة المعنية الذي خلا من كل مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية. بنيناه أيضا على تراكم ابتدأ منذ حكومة التناوب، حيث أحدث الوزير الأول آنذاك لجنة وزارية من أجل السهر على تنسيق استراتيجيات الحكومية بشأن السلامة الطرقية في أفق مؤسستها والرقي بوضعها الذي ليس مؤسسة عمومية وأيضا ليس جمعية ذات المنفعة العامة. كما تعرفون أحدثت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سنة 1977 بمرسوم، وهي تشكل صيغة فريدة في التشريع المغربي كما قلت آنفا. هي مؤسسة ذات مصلحة عمومية، إلا أنها ليست مؤسسة عمومية يتم تنظيمها بقانون، بل الأمر تم فقط بمرسوم، كما أنها ليست جمعية ذات المنفعة العمومية التي يتم تأسيسها ومنحها هذه الصفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وفي ظل المستجدات الدستورية وتطور الأساليب وصيغ التدبير والحكامة، إضافة إلى أنها تمتلك بوضعها الحالي ما يجعلنا نصب إلى تحويلها إلى وكالة، خصوصا أنها تتمتع حالا باستقلال مادي بناء على موارد يؤسس لها لا الظهير المنظم لا المرسوم ولا ما نقترحه اليوم مجموعة من أبواب
المداخيل، إضافة لأنها تتوفر اليوم اللي هي اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية أو للوقاية من حوادث السير اللي هي قائمة الآن على 50 موظف فيهم ما يناهز 17 إطار. لذلك رأينا في الفريق الاشتراكي أنه يجب أن تحدث هذه الوكالة، واقترحنا على لجنة البنيات الأساسية قانوناً مكوناً من 20 مادة مبوباً في 4 أبواب، نقول من خلاله أنه يجب أن تحدث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يدبرها مجلس إداري يترأسه السيد رئيس الحكومة، كما أنها تقوم بمجموعة من الاختصاصات أفرضنا لها المادة الثانية والثالثة فيما يتعلق بإعداد مشاريع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالوقاية من حوادث السير، إعداد المخططات المتوسطة وبعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة، برمجة وتنفيذ جميع العمليات والأنشطة التواصلية، إعادة وتنفيذ المشاريع العلمية والتقنية الهادفة إلى تطوير البحث العلمي. كما قلنا في المواد أنه في المادة العاشرة أنه يتم المواد العاشرة تتحدث عن الموارد والتنظيم المالي، الذي يجب أن نؤكد لكم أنه يتجاوز بكثير على الأقل على مستوى اللجنة الحالية، وبناء على هذه المداخيل اعتمادات المرصدة لثلاثة قطاعات حكومية. معلوماتنا تتحدث عن أنها حاليا كتوفر على رصيد مالي ديال 200 مليون درهم. احنا طلبنا من السيد الوزير في إطار تقديم هذا المقترح في اللجنة أن يصحح لنا هذه الأرقام، كما أنها تسجل ارتفاع المداخل سنوي ما يناهز 5 حتى 10% سنويا. رأينا إذن أنه كل معايير إحداث هذه الوكالة مكتملة، نصصنا على أنه يتم نقل ممتلكات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى هذه الوكالة التي كنا نرجو ما زلنا نرجو إحداثها، أضف إلى أنه يتم نقل كل الموارد البشرية التي تناهز 50 موظفا فيهم كما قلت آنفا 17 إطار. الذي حدث خلال المناقشة أنه لم يكتب لهذا المقترح أن يناقش، لذلك آسفة هو يحال في إطار ما تخوله المادة 134، أي أننا نقدم لكم مقترحات القوانين هنا في الجلسة العامة بعد أن ابتدعنا شيئا جديدا، وهو أنه فريق النيابي يقرأ قراءته الخاصة لمادة 77 من الدستور من باب الحرص على التوازنات المالية، ويدفع بالدفع وليس يدفع مباشرة لأنه ما كيخولها له الدستور، يدفع بالدفع بإشكالية الحفاظ ما يخوله أو ما يقتضي المادة 77 من الدستور. الإشكال المطروح لنا اليوم على أنه ما قدمته الحكومة من أجوبة بشأن عدم قبولها مناقشة هذا المقترح أنه تم الإشارة إليه في جواب السيد رئيس الحكومة على سؤال وضع، معناها ماشي الإرادة في إحداث هذه الوكالة، ولكن تجاوبا مع سؤال وضع في أعتقد شتنبر أو أكتوبر 2012 على مستوى مجلس المستشارين، حيث أجاب السيد رئيس الحكومة في جوابه المكتوب أنه ستحدث هذه الوكالة للتقنين وسلامة النقل، وتحدث عن اختصاصات أخرى يأتي في مؤخرتها السلامة الطرقية. نريد أن نطرح سؤال، ما مآل مقترحات القوانين اليوم إذا كنا سنقدمها وستتبع الفرق النيابية بأنها تمس التوازنات المالية؟ أنا أريد أن أعرف كيف عرفت، أي كيف أخذت معلومة بالتوازنات المالية، وهذه المؤسسة تبحث منذ سنوات على حقها في المعلومة تجاه الحكومة واتجاه غير الحكومة. الأغرب من هذا الحكومة تدفع بأنها استدركت الخصاص الذي كما قلت لم يأتي على مستوى البرنامج الحكومي، لم يأتي في مخططكم التشريع الذي قدمتم لنا، ولكن أتى في إطار استدراكي. إذن ماذا يقوم به النواب داخل هذه المؤسسة؟ وقدمنا كل مددنا أيدينا للحكومة من أجل أن تأخذ هذا المقترح وتغنيه في إطار أغلبيتها، وأن تعطيه كل المقومات وتعطيه المقتضيات وتعطيه
لم نعطيه نحن في إطار مقترح للفريق الاشتراكي. أتساءل كيف سيد الوزير، كيف سيدات والسادة النواب سنبرر اليوم ندفع ب 77 من أجل إيقاف حتى حقنا في مناقشة هذا القانون؟ نعم ما يخوله الدستور والنظام الداخلي، وأنتم تنوون إحداث نفس الوكالة. وكالة الفريق الاشتراكي للسلامة الطرقية ستخل بتوازن مالية المغرب، ولكن وكالة السلامة الطرقية التي ستقدمها الحكومة لن تخل فجأة بهذا التوازن. وهذا إشكال أنا أطرحه، لأننا نختزل زمننا في التشريع وزمننا في إنضاج هذه التجربة الديمقراطية، ونحن نقوم بجهد جهيد من أجل تقديم مقترحات جادة أخذت منا معنويا وماديا ومن الزمن، من أجل أن نسهم بها. كيف يمكن تبرير عدم إمكانية قبول حتى مناقشتنا؟ أعتقد أن الدفع ب 77 في هذه النازلة يعتبر غير مبرر. أولا كيف تحلنا سابقة أن فريق نيابي يكمم أفواه فريق نيابي بالدفع بالدفع، وثانيا الحكومة ستأتيكم بعد حين بنفس المشروع بنفس التفاصيل، إلا أنه فجأة لن يمس توازن المالي. استسمحوا في هذا ما 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 هذه المرارة التي نتحدث بها في هذا الشأن، هل هذا ينخرط مرة أخرى فيما تراه الحكومة تعاونا وتوازنا وتنسيقا مع مجلس النواب؟ قولوا لنا كيف يمكن أن نفتح أبوابا لتقديم مقترحات لا تخل بتوازنات التي تراها الحكومة، وفي نفس الوقت لا تخل بالمشروع الديمقراطي الذي لن يقوم إلا على مؤسسات تقوم بواجبها، نائبات ونواب يعلمون مسؤولياتهم كاملة في إطار حماية المبادرة التشريعية من جانب النواب والنائبات، طبعا دون أن نشير إلى تاريخ تعاملنا في هذه الحكومة التي إلى اليوم لم تدبر إيجابا علاقتها مع البرلمان في إطار احترام المبادرة التشريعية. شكرا. شكرا سيدة النائبة. مقرر لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وزيعة التقرير سي حسن تبي، تفضل سي حسن. شكرا السيد الوزير المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السادة النواب المحترمون. يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر ملخص التقرير الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعد دراستها لمقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء 9 شتنبر برئاسة السيد الرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وبخصوص السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والسيد الوزير المتدرب في النقل، حيث خصص هذا الاجتماع لتقديم مقترح القانون سالف الذكر. وقد أبرزت ممثلة الفريق الاشتراكي مقدمة مقترح القانون أن المقترح قيد الدرس جاء بالنظر للانعكاسات السلبية لمعضلة حوادث السير على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة الآثار المادية والبشرية الجسيمة، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات، وهي تمثل في بحكم انعكاساتها وتداعياتها الوخيمة عائقا أمام تماسك النسيج الأسري والبناء المجتمعي، وعاملا ومعرقلا لنمو الاقتصاد الوطني لما تحدثه من اختلالات عميقة في نظام النقل الذي يعد رافعة لتنمية التنمية البشرية والجاذبية الاستثمارية والسياحية لبلادنا. وقد أشار السيد الوزير أنه بناء على مراسلة رئاسة اللجنة بخصوص عقد اجتماع لدراسة هذا المقترح قانون، فقد تم التأكيد أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يقضي بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، حيث سيتم وضعية في مسارة المصادقة قريبا إذ يوجد في مراحله النهائية. وخلال اجتماع اللجنة المعقد يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2014 برئاسة السيد رئيس اللجنة وبحضور السيد
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والمخصص لدراسة مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عبر السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عن استعداد الوزارة لإدماج بعض مضامين مقترح القانون ضمن مواد مشروع القانون قيد الإعداد، مقترحا تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الوزارة وممثلي الفريق الاشتراكي صاحب المقترح. من أجل ذلك عبر هذا الاقتراح لم يلقى ترحيبا من قبل الفريق المعني، متمسكا بمواصلة دراسته حتى التصويت عليه، الأمر الذي جعل الحكومة تدافع بالفصل 77 من الدستور، بحيث تم رفع هذا الإشكاليات لمكتب المجلس قصد البت في الأمر وإحالته على المجلس الدستوري إعلاما لمقتضيات الفصل 79 من الدستور. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المقرر للحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، تأكيدا على التجاوب الإيجابي للحكومة مع مقترحات واجتهادات وملاحظات المجلس الموقر، فقط أذكر أنه أتينا بمشروع قانون المقالع، وجاء فريق المحترم تجمع وطن الأحرار بمقترح قانون المقالع، وتم الاتفاق على إدماج المقالع البحرية، الإدماج وشكلت لجنة واشتغلنا إلى أن وصلنا إلى هذا المنطق التشاركي بين الحكومة والبرلمان، كدليل على أنه يعني الانفتاح على كل المقترحات وعلى كل الاجتهادات لدى الحكومة هذا شيء يعني جاري به العمل، والحمد لله وصلنا إلى توافق اللي مر عندكم هنا في مجلس النواب، وهو الآن غادي يمشي إن شاء الله إلى الغرفة الثانية، وسنمارس نفس الطريقة التشاركية، لأن في نهاية المطاف القانون هو ملك للأمة وليس ملك لطرف دون آخر، رغم أنه أحيانا تصوت عليه الأغلبية. في فقط هذه كمقدمة، لكن أريد ونحن نتحدث عن قضية حوادث السير يجب أن نهنئ أنفسنا أنه في سنتين استطعنا أن ننقذ ما يقارب 700 روح، الحمد لله 2013-2014 نزلنا الحمد لله من 4000 3900 4200 وحققنا نتائج هذه السنة إن شاء الله حوالي ناقص 8% وزيادة في الوفيات، 14% في الجرحى، يعني جروح بليغة. ويمكن أن أقول وسبق لي أنه في اللجنة أن أكدت أن كل المؤشرات في قطاع النقل هي إيجابية، ربما الوقت لا يسمح نتحدث عن جميع المؤشرات كلها إيجابية، نتمنى إن شاء الله نستمر في هذا. سبق أن عرضنا في اللجنة يعني المخطط فيما يتعلق بالسلامة في اللجنة، وفي المخطط تحدثنا عن الجانب التنظيمي، ماشي فقط عندما أشار إليها السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة عازمة على الانتقال من لجنة وطنية إلى وكالة على غرار ما يقع في كل الدول. سبق أيضا أنه عرضنا المخطط للإصلاح منظومة النقل بصفة عامة في اللجنة، وسبق أن طرحت أسئلة في هذا المجلس الموقر وفي المجلس المستشارين، وكان أيضا قبل الحديث عن هذا الموضوع على أنه في إطار الإصلاح في منظومة النقل هناك الموضوع السلامة، وأشرنا إلى إعادة بناء البناء التنظيمي لكل ما يتعلق بالسلامة، وأشرنا إلى المشروع الذي تعده الحكومة رغم أنه لم يأتي في المخطط التشريعي، ولكنه تدرك في المخطط ديال السلامة وتدرك في المخطط ديال الإصلاح التشريعي. ولما جاء السيد رئيس الحكومة يعني العرض ديال المخطط حول السلامة كان واضح حول الجانب التنظيمي، وأشار بالوضوح أن الحكومة تعد مشروع يعني ديال إحداث الوكالة الوطني، وبدأنا آنذاك من مفاوضات. أنتم تعلمون بأنه إحداث مثل هذه الوكالة فيها جوانب مالية، فيها جوانب تنظيمية، هذه الوكالة شنو غادي يكون فيها، والتعاون مع اللجنة الوطنية، ما هو التعاون مع المراقبين اللي كيراقبوا اللي هما تابعين للوزارة، ما هو التعاون مع الفحص التقني اللي هو تابع لواحد القسم آخر، ما هو التعاون مع كل ما يتعلق بالمؤسسات اللي كتعطي يعني رخص ديال السياقة
واللي كتراقب يعني كتعطي ايضا يعني البطاقه الرماديه. اذا واحد العدد ديال المؤسسات، فاذا هو بناء تنظيمي معقد. ثم ايضا لا شك ان له كلفه ماليه، فكان التاخر سببه ان لا بد ان نتشاور اولا في اطار المقاربه التشاركيه واللي احنا فيها، وبالمناسبه راكم تتابعوا ما يقع في النقل، نشاوروا مع المهنيين، نشاوروا مع المعنيين بالامر، فيه مراجعه ايضا المدونه ديال السير كما تعلمون، والان الملف راه عند الامانه العامه للحكومه وتم يعني نشره لكي بعد مشاورات اللي دامت حوالي 3 سنوات. فاذا هو مرتبط بقوانين اخرى، مرتبط باعاده هيكل القطاع ديال النقل، مرتبط بالتوجه المستقبلي ديال فيما يتعلق بالسلامه الطرقيه. واعددنا هذا المشروع وعبرنا عليه في اللجنه للساده اعضاء اللجنه، وقلنا هذا المشروع راه مع وزاره الماليه في اخر المفاوضات حول التركيبه الماليه ديالو، البناء الاداري ديالو، البناء التنظيمي ديالو، الموارد البشريه، الديمومه ديالو، لانه ما يكفيش دير وكاله ولكن لابد من الديمومه ديالو. هذوك الناس اللي ملتزمين في اطار اللجنه الوطنيه لانهم شركاء في اللجنه الوطنيه ومن خلالها يساهمون، لانه هل سيستمرون في المساهمه؟ اذا لابد من المفاوضات معهم، مع الناس ديال التامينات، والمفاوضات مع الناس ديال الفحص التقني لانهم كيساهموا. فاذا هي قضيه ليست بسيطه معقده. فلذلك قلنا يا ودي ما جاء في المقترح ديال الاخوان ديال الفريق الاشتراكي وعبرنا عنه، غناخذوه ونشوفوا المشروع اللي عاد ونجيبوا هذا المشروع. ماشي فيه شكون اللي سبق، واش الحكومه جابت المشروع ولا الفريق جاب مقترح. قلنا هذا واحد البناء اللي غيكون بناء جماعي، ربما عند المقترحات ديال الاخوان تكون اشياء مثل ما كان في المقترح ديال المقالع، فمشينا في هذا الاتجاه. لذلك يمكن ان اقول دفعنا بالرفض لهذه الاعتبارات كلها. كاين مخطط ديال اصلاح النقل، مخطط ديال السلامه، كاين مشروع ديال احداث الوكاله، كاين مفاوضات في اطار مقاربه تشاركيه مع جميع المتدخلين وخاصه وزاره الماليه نظرا للكلفه ديالو الماليه، ثم ضمان الديمومه، ماشي فقط شنو عندنا دابا، الديمومه ديال هذه الوكاله. لهذا الاعتبار دفعنا بالفصل 77، ولكن مع ذلك نقول نحن منفتحون على المقترح ديال الاخوان باش ان شاء الله ندمجوه مع المشروع اللي نتمناه يجي قريبا ان شاء الله الى هذا المجلس الموقر ونصادق عليه جميعا. وشكرا. شكرا سيد الوزير، لانه نقاش دستوري مهم جدا. انا في البدايه وبناء على محضر اللجنه، الحكومه دفعت بالفصل 79 وهو الوحيد الذي يخول، انا متفق مع السيد الرئيس، والماده 136 من النظام الداخلي هما اللذان يخولان لرئيس المجلس بطلب من الفريق المعني بتقديمه للمجلس الدستوري. اما فيما يتعلق بالماده 77 فهاد الحاله ما كاينش سيد الرئيس. اذا داكشي اش انا في الاول اكدت على الحكومه، هل تدفع بالفصل 77 او بفصل 79؟ لا دابا انا دابا الجلسه دابا انا السيد الرئيس انا قلت بانه المحضر فيه كذا، هادشي كلشي متفقين عليه. الان الحكومه كنسولها وكنطرح السؤال، هل تدفع بالفصل 77؟ هنا كيوقف النقاش. هل تدفع بالفصل 79؟ السيد الرئيس وغنشدوا المحضر ديال الجلسه وغندونوا وغنحيلوا على المجلس الدستوري حسب منطوق الدستور والنظام الداخلي باش نتبعوا المسطره. اذا المناقشه السيد الرئيس دابا واش 77 ولا 79؟ لانه الدفع هو اللي كيحدد بجوج. السيد انت غتدخل الحكومه. نعم اسيدي، انا ما كيهمنيش النتيجه والمضمون، كيهمني المسطره ونحرصوا باش ناسوا لمرحله جديده. تفضل السيد الرئيس. الرحمن الرحيم. السيد الرئيس لن اطيل، اولا اشكركم لان هذا النقاش كان قد بدأ في إحدى اللقاءات اللي جمعتنا معكم كرؤساء، وكان الإصرار من طرفكم على أن يمر عبر الجلسة العامة فنسجل لك هذه الإيجابية. أنا السيد الرئيس غادي نخلي الجانب السياسي وغنتكلم فقط مادام كنتكلموا في الجوانب الدستورية. أولا فيما يتعلق بالتشريع والدستور، نؤكد بالفعل بأنه الدستور من خلال الفصل 78 أعطى للبرلمان ولأعضاء البرلمان حق التقدم بمقترحات القوانين، وكان النقاش واش مقترحات القوانين التنظيمية تدخل ضمنها أم لا. وأظن بأنه لا الخطاب ديال جلالة الملك ولا قرار المجلس الدستوري أعطى للبرلمان حق التقدم بمقترحات القوانين التنظيمية كذلك. بعد نبقى الفرق واش
ضمنه الفصل 86 أم لا. على كل حال، لكن القوانين التي مرت من حقنا أن نعدلها. كذلك الدستور من خلال الفصل 83 أعطى للبرلمان حق تقدم بالتعديل، وهذا مهم جدا. وثالثا الفصل 71 الذي حدد مجال التشريع أعطى للبرلمان وحدد مجال ديال التدخل في التشريع في الجانب المتعلق بالتشريع، يعني الجانب القانوني، أعطى للبرلمان مجال واسع كما عكس ما كان سابقا في المادة 58 أو في المادة 56 من الدستور السابق. ومن بين ما أعطاه هو إحداث المؤسسات العمومية ومنها الوكالة، أعطى هذا الحق للدستور ولا خلاف في ذلك. للبرلمان ولا خلاف في ذلك. خلاف اللي عندنا هو الآتي، ولكن غنبدأ بنازلة، غنبدأ بالنازلة السيد الرئيس إذا سمحتي بعد إذنكم. في 2010 كنا نناقش مشروع قانون ديال إحداث مؤسسة جمعية الأعمال الاجتماعية ديال الأمن الوطني، وتقدمنا بتعديل آنذاك، ونحن كفريق معارض تقدمنا بتعديل من أجل تحديد نسبة من الميزانية ديال وزارة الداخلية أنها تذهب للمؤسسة الاجتماعية. وكان النقاش طويلاً، ورافعت طويلا في هذا الأمر. وزير الداخلية قبل المقترح، إلى أن جاء السيد الوزير الأستاذ دريس الشقر وزير العلاقات مع البرلمان وتدخل وقال بأن الحكومة تدفع بالفصل 77 الفصل آنذاك 51 من الدستور، وأوقف النقاش. هذه مؤسسة تعديل كان يهم واحد جزئية ديال 2% أنها من الميزانية تمشي لهذه المؤسسة. وأثناء ذلك النقاش قلنا ودي ياك قانون المالية مازال ما جاش، خليونا احنا نشرعوا وديروا لهذا القانون فكاش يدخل حيز التنفيذ. فكان الرد لا أبدا، حين تدفع الحكومة بالفصل 51 كيوقف النقاش، وذهب المشروع لحد الآن. وهذاك التعديل ما عمرو دخلوا على أساس أنه هذيك المؤسسة الاجتماعية، وقلنا أنه ما ودي هذا الشيء راه كاين عند جمعيات أخرى، عند مؤسسات أعمال اجتماعية أخرى كبحال ديال التجهيز، كبحال ديال الفلاحة، ولم يستمع إلينا لأنه كان الدفع بالفصل 51 من الدستور. أقول هذا علاش؟ لأننا اليوم حين يتم الدفع بالفصل 77، أولا من حيث الأحقية، الأخت يعني المحترمة السيدة النائبة قالت ودي للأسف الشديد أن فريق برلماني يدفع الفصل 77، لأن 51 السابق ما كانش فيه البرلمان، لكن اليوم 77 شنو فيه؟ للبرلمان والحكومة الحق الحفاظ على توازن مالية الدولة. قبل شحال هادي كان غير عند الحكومة، دابا ولا عند البرلمان، حتى حنا كيخصنا نستحضروا توازن مالية الدولة. وبهذا في هذا السياق دفعنا بالفصل 77 كذلك في اللجنة. لهذا السبب، لأنه اليوم هل يمكن أن نشرع وأن نضيف التزامات جديدة مالية وقانون المالية لا يسمح بذلك؟ عتقولوا لي الدين نصدقوا عليه ونتسناو فوقاش يدخل حيز التنفيذ؟ أرد بنفس الرد الذي قدم لنا في 2010 بأنه لا يمكن، لأن التوجهات اللي كتجي في قوانين المالية معروفة ومحددة. هذا فيما يتعلق بالدفع الفصل 77. هنا من حين نرجع إلى القانون، إلى مقترح القانون، حين نرجع إلى الفصل الثاني ولا الفصل الثالث ولا الفصل الرابع لنتمعنهم جميعا ونشوفوا بالفعل واش ما كيمش التوازن ديال مالية الدولة. حين كنجيو كنقولوا أودي يعني في الفصل الثالث اللي كيحدد الميزانية ديال الوكالة الوطنية، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وكيحدد في باب الموارد، وكيحدد باب النفقات، هذا غادي يخل غادي يمكن السيدة الرئيسة عاد كمل واجي تكلمي وعقبي عليا كي بغيتي. حين نتكلم على باب ديال الموارد، صحيح واحد الجزء منه كنمشيو نتكلموا على الرسوم، لكن هذه الرسوم تحدث بقانون، واللي خص يحدثها خص تدخل ميزانية الدولة،
هذه ماشي جماعة محلية عند الجبايات المحلية، هذه ميزانية الدولة منها غادي تمشي. كذلك ملي كنمشيو حتى في الباب تخضعوا الحسابات ديال عملية الوكالة التدقيق سنوي، هذا من ناحية يعني كيخصو يكون خاضع لواحد السياق اللي معروف عند اللي خصو يكون معروف عند الحكومة. ولذلك أنا كنقول فيما يتعلق لا بهذا الباب كله الموارد والتنظيم المالي ولا الفصل الاخر ديال المستخدمون كنجيو حنا كنحدوا نظام ديال 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 الموظفين. هاد الشق صحيح وانا اكدت في البدايه بان الفصل 71 كيعطينا الحق لاحداث الوكاله، وانا اختلفت مع السيد الرئيس على الوكاله ديال النباتات العطريه التي تحولت من مرسوم، كانت محدثه من مرسوم، وفقيل لنا في النقاش كيف هذا احدث مرسوم وغنجيو حنا نناقشوا ونديروه بقانون. قلت له نعم، لان الفصل 71 واضح هذا حقنا، وانا كنقول هذا حق المجلس لكي يحدث الوكاله، حق البرلمان. لكن الشق التنظيمي اليوم حين نتدخل فيه بالتفاصيل يعني اننا عدد ديال الموظفين، شحال الوضعيه ديالهم، النظام الاساسي ديالهم، هذا كله شق تنظيمي، هذا كيتعلق بالحكومه هي اللي غتحدد. ملي كنقولوا المدير ونديروا المقر، نتكلم على المقر، غير غنديروا المقر بالرباط، ايوا فين غنكريوه؟ احنا ما نبنيوهش غير غنكريوه. خصو ميزانيه، كيخصو شق تنظيمي تكون عارفه الحكومه فين غديروا. اما تعديلنا نحن اذا وافقت عليه الحكومه، وافقت على ان تعدل بعض الجوانب في مقترح قانون كيف ما كان، فهذا ما كيطرحش اشكال. لكن حين تدفع الحكومه وكتقول لك اودي انا الصلاحيه ديالي باقي ما حددتهاش، باقي ما عرفتش غندير، واش غندير مدير ولا ما غنديرش مدير، عدد الموظفين، المقر، الهياكل الجهويه ديالها من عدمها، هذا كله شق تنظيمي. ولذلك نحن مع هذا النقاش، ولكن حين يدفع بالفصل 77 اظن ان النقاش يقف هنا، واذا دفعت الحكومه بالفصل 79 انا ذاك يذهب الى المجلس الدستوري. وان كان انا شخصيا وكنظن حتى معايا الفريق ديالي والاغلبيه، نحن مع الاجتهاد في هذا المجال على ان يقول المجلس الدستوري رايه في هذه النزيله. شكرا سيد الرئيس. هل للحكومه راي؟ سيد الوزير تفضل. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. رغم ان دفع الحكومه واضح في اطار الفصل 77 من الدستور، واللي في التقرير يبدو ان كاين شي اشكال في الفقره الاخيره من التقرير، لان الفقره الاخيره تقول ما يلي: الامر الذي جعل الحكومه تدفع بالفصل 77 من الدستور، بحيث تم رفع هذا الاشكال لمكتب مجلس القصد البت في الامر واحالتي على المجلس الدستوري اعمال مقتضيات الفصل 79 من الدستور. دابا هذا التقرير فيه اشكال، الحكومه كتكلم على 77 من الدستور، ومع ذلك نحن ننويه بكون السيد الرئيس توسع في حاله استثناء، اكيد تكون استثناء للنقاش بعدما يتم الدفع ب 77 من الدستور. لا باس، ما يمكنش الحكومة تعب 79 وهي في معرض جوابها ونقاشها لا في الجلسة ولا في الجلسة العامة تتكلم عن مشروع قانون قادم. إذن هذا فيه تسليم ضمني بأنه هذه قضية تشريعية القانون، فلهذا أعتقد بأنه الموضوع خصوصه واضح، الدفع مرتبط بإشكاليات ذات تأثيرات مالية تحتاج إلى معالجة من نوع خاص. أما المشروع هذا القانون راه كاين التزام. بالمناسبة السادة النواب المحترمين، أنتم تسائلون الحكومة بشأن التزامات أعضائها عندما يأتون للتفاعل معكم، سواء في الأسئلة الشفوية أو في نقاشات اللجنة أو عندما يأتي رئيس الحكومة إلى آخره، وتسائلون الحكومة حول التزاماتها. السيد رئيس الحكومة التزم أمام البرلمان بهذا الموضوع. المخطط التشريعي عكس ما يتصور، ارجعوا قرار المخطط التشريعي، ليس فيه ما يفيد أنه مغلق، بالعكس هو مخطط مفتوح وتفاعلي مبني على منطق التعاون والشراكة والتطوير المستمر للمنظومة التشريعية. ولهذا لما وقع التنبيه والنقاش والإشارة لهذا الشيء هذا، وقع التجاوب الحكومي في إطار الالتزام بأنه اليوم معضلة حوادث السير في المغرب
تطلب اليوم واحد مقاربة شريعية جديدة بإخراج واحد المؤسسة عموية في مستوى معين يليق بهذا التحدي اللي اليوم المغرب كله كيعاني منه، أصبحت الأرقام بحقها مخجلة ومؤلمة. إذن نبغي نقول أن الحكومة في موضوع مقترحات القوانين عكس ما يقال باستمرار، ليس هناك أي نية ولا أي إرادة في أنه يتم التعامل سلبا مع المقترحات القوانين، بالعكس هناك تأكيد مستمر على أنه تعاون من أجل إخراج منظومة ترعية في المستوى سواء كانت مبادرة برلمانية أو لا حكومية هو الروح للتعاون بالمؤسسات. ولكن في هذه النازلة دفع الحكومة كان واضح يقوم على إعمال الفص أنها ملتزمة بأن تأتي بمشروع قانون يعني اللي غادي يدمج كل هذه الانشغالات ديال المشرعين سواء كانت حكومة ولا برلمان لكي يكون النص في مستوى هذا التحدي. ولكنني أنوه كذلك باسم الحكومة بهذا النقاش، وما أحوجنا إلى أن يكون هذا النقاش هو الطابع الغالب على نقاشنا التشريعي والرقابي، ونستعجل معكم أن تأتي هذه اللحظة التي يتابع فيها المغاربة عبر إعلام برلماني مفتوح النقاش الدستوري والسياسي الحقيقي لكي يعبر على حقيقة مجلس البرلمان، وليس عن الانزلاقات اللي يمكن توقع اليوم ولا غدا من هنا أو هناك. لا بد أن نتعاون على أن يكون هذا النقاش الدستوري والسياسي العميق هو الوجه الحقيقي ديال العلاقة بين البرلمان والحكومة على مستوى التزاماتهم الدستورية. شكرا سيد الرئيس. السيدة النائبة تفضل. السيد الرئيس، أولا احنا نستغرب كيف نريد أن نتحدث عن دستور جديد ونستعين بأمثلة ونوازل طبعت ما قبل الدستور ديال 2011. أين هي القطيعة الإيجابية؟ أين هي الاستمرارية الإيجابية؟ إذا كان السيد الفارق في كل لحظة سيذكرنا بمسافات كانت غير إيجابية في القانون الداخلي القديم وفي الدستور وسيستجديها كي يبرر أخطاء جوهرية اليوم في المعاملة تعامل ما بين في تدبير العلاقات بين الحكومة والبرلمان، أنا أطلب من الفارق النيابي المحترم ومن الأغلبية أن تدخل روح، ومن المعارضة أن تدخل روح المرحلة الجديدة، وكفانا استحضارا لأطلال النوازل. اليوم نريدكم أن تصححوها، أنتم اليوم في الحكومة صححوا أخطاءنا سيدي، صححوها، صححوا إشكالية هيمنة الحكومات، أقول بصيغة الجمع على المبادرة التشريعية. أولاً السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان صفحة 16 من تقرير تؤكد أن السيد الوزير تمسك تمسك بالفصل 77 و79 من الدستور، وأنا حضرت في هذه الجلسة وأذكر أنه النقاش كان مبنياً على 77 و79. بالنسبة للفصل 77 من الدستور واللي نتحدث عنه كمستجد، ولكن السيد النائب والسيد الرئيس المحترم راه يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن المالية، وللحكومة أن ترفض، الحكومة اللي كترفض. نحن في تلك الجلسة الأغلبية بقيادتكم دفعت بالدفع، راه هذا هو اللي خلق لنا إشكال، وحنا مستمرين في تحميلكم مسؤوليتكم في حماية المبادرة التشريعية. اتركوا الحكومة تدفعوا، انتوما اكدوا نعم على التوازن كما نؤكد عليه، ولكن اتركوا الحكومة تدفع. نازلة كما واكبها الإعلام أنكم دفعتم السيد النائب المحترم. وهناك إشكال أخر أننا كنناقشوا على ما يبدو أشياء احنا غير ملمين بها. بكل احترام وتقدير السيد النائب، راه باب الموارد الذي تتحدث عنه في المادة 10 قائمون لن يحدث، وهو باب تمويل اللجنة اليوم كنقول لك عندها ما يناهز 500 مليون درهم اليوم، عندها جاء من هذه الموارد، هذه راه لن تستحدث، هذا الباب الموارد في المادة 10 لن يستحدث، هو قائم، هذه رسوم تستخلص،
وقلت لك على أنه ميزانيته وما تتوفر عليه اللجنة الوطنية حاليا يتزايد بنسبة 5-10% سنويا بناء على هذه الأبواب. اللهم إذا كانت النقطة الداخلة الأخيرة هي اللي غادي تشكل يا سبحان الله جميع المداخل والموارد الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها، وهذه قائمة حتى في الظاهر. وإلا قارنتوا ما بين المرسوم المنظم حالا للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير غادي تلقوها مستنسخة نفسها. وبالتالي نطرح مرة أخرى إشكال، عندكم 50 عضو 50 موظف فيهم 17 إطار، كاينة هيكلة قائمة. أنا كنت أريد السيد الوزير، خصوصا أنكم تحدثتم عن إشكالات كتشوفوها في وزارة المالية، كان هذا طريقكم إذا كنتم بالفعل، وأنا هذه مزيان أصدقها، تنوون فعلا إحداث هذه الوكالة. كانت فرصتكم من أجل أن تتعاونوا مع الفريق الاشتراكي في إطار مبادرتنا بما يضمنه منطق حتى تنظيم المبادرات اللي استند عليه النظام الداخلي بالأسبقية، حتى احنا والحكومة راه بالأسبقية، وإلا فلا داعي لهذا العمل المجهد. لذلك نتشبث بملتمسنا أنكم قدمتم الفصل 77 و79، ونريد أن يكون للرئاسة ولمكتب المجلس ما تقوله في إحالته على المجلس الدستوري من أجل أن يحسم في نازلة تنازعنا أولا، وثانيا هذه الوكالة كما قلت وأكرر لأختم تحمل توازنها المالي معها. 50 منصب مالي مدبرة كاينة منذ 77، وملايين الدراهم اليوم التي تدبر كما قلت أكثر من ثلاثات القطاعات الحكومية كالدور اليوم في اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، كان من واجبنا أن نتعاون في إطار مقترحينا كما تعاون معكم الفرق الآخر في إطار المشروع. اليوم تتواضع الحكومة وتأخذ مقترحا نيابيا. شكرا. شكرا سيدة النائبة. سيد رئيس واخ سيد الوزير بغيت سيد رئيس. شكرا سيد الرئيس. بالفعل كما قلتم نحن أمام نقاش دستوري، وفتح مثل هذه المناقشة في إطار الجلسة العامة نؤسس للعديد من المقتضيات، سواء لتفسير أو تأويل المقتضيات الواردة في الدستور، وكذلك في المقتضيات الواردة في النظام الداخلي، باعتبار أن هذه المرحلة نعتبرها مرحلة تأسيسية، والنقاش الدستوري نقاش إيجابي في حد ذاته، ولكن ربما حينما يكون هناك العديد من المقتضيات القابلة للتأويل. أعتقد بأن الحكومة في الجلسة العامة دفعت بالفصل 77، بالتالي لا يمكن أن نناقش الفصل 79. إذا كانت الصراحة ديال الحكومة قالت بالفصل 77 يتم وقف النقاش، وإلا قالت 79 سنذهب بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي لا أقول بأنه لا يمكن أن نأمل على تأويل مقتضيات لم تدفع بها الحكومة في إطار الجلسة العامة. ما دام أنها تشبثت بالفصل 77 يجب تطبيق مقتضيات الفصل 77 وما يترتب عليها من مقتضيات واردة في النظام الداخلي. وشكرا. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير صافي. لا غير الفرق ما بين الفصل 77 و79، لو توصلت الرئاسة والمكتب بمحضر دفعت فيه الحكومة بالفصل 77 لوحده لما طرحت الإشكالية على الجلسة العامة، لكن التقرير التقرير دابا فيه نقاش. ما انا ما كنتش في الجلسة، ما كنتش في اللجنة، فيه نقاش. اذا خصو يرجع للجنة، هذا هو الحل، ما كاينش حل اخر، خصو يرجع. واخا سيد الرئيس انا غنعطيك كلمة سيد الرئيس، خليني نساهم معك لانه انا كنحرص على المسطرة، واخا انت كتقلقك شي شويه وما كتثقش فيا، ولكن انا كنحرص على المسطرة لانه انا اريد ان اغني هذه المسطرة وهذا النقاش الدستوري اكثر من شيء اخر. ولو كنت مكان الحكومة لدفعت بالفصل 79، دابا غنتكلم على قناعاتي الخاصة، ان الحكومة قبل وما قام به السيد الرئيس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فيما يتعلق بالفصل 51 هو نفسه الذي ينطبق على الفصل 79، نفسه نقل وتحول من 51 إلى 79، نفس المنطق 77 ديال التوازن المالي، نفس المنطق، لكن بإضافة أنه اليوم أصبحت مسؤولية البرلمان كذلك، لأن البرلمان أصبح سلطة تشريعية، الدستور سماه سلطة تشريعية مقاش برلمان. لو كنت مكان وفي الحكومة والسيد الوزير في الحكومة ودزنا في الحكومة،
أن للحكومة مؤسسات سابقا كانت تحدث بضهائر، اليوم لا تحدث بضهائر، تحدث بالقانون، لكن الحكومة هي التي تقترحها ليس البرلمان، وإلا غادي يخلق لنا واحد الفوضى في البناء الهيكل ديال الدولة. فالحكومة أنا رأيي هذا ما كنغني النقاش وبغيته ونجي للمجلس الدستوري ويقول لي راك خاطئ ونرجع للطريق، لكن كنأسس. فبالتالي أن الحكومة تقترح إحداث المؤسسات وللبرلمان أن يقبلها أو يرفضها. هذا هو اللي جات في المادة الفقرة 19 اللي تكلم عليها السيد الرئيس، إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام. وإلا غادي نجي بدون حدسو مؤسسات على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الجهوي والمستوى الوطني، وغادي نخلقوا مؤسسات خارج النظام العام ديال الدولة، وهنا لا يسمح به أعتقد الدستور. لكن الحكومة ترفض أن تدفع بالفصل 79 وكتحرمنا من هذا الاجتهاد الدستوري. دفع بالفصل 79 وخلينا نستفدوا السيد الوزير من هذا الاجتهاد الدستوري. راه عندنا، لأنه عندنا إشكال في الحقيقة على مستوى المكتب، على مستوى المكتب السيد الوزير، السادة الوزراء، السادة الرؤساء والإخوان أعضاء المكتب، راه ما كنقوموش بالدور ديالنا، نقوم بالتدبير اليومي للمجلس النواب، في حين يجب أن نشتغل على لا غوسوفابيليتي، مقبولية النصوص، مقبولية الأسئلة، التأطير العام، وهذا عندنا مشكل في غياب اجتهاد دستوري. عاونونا، عطونا الفصل 79، نمشيو ناخذوا هذا الاجتهاد الدستوري. فاش غتخسروا السيد الوزير؟ ما عندكم ما تخسروا، وخليوه ديك الساعة ستربح المؤسسة ممارسة تشريعية سنستفيد فيها بالمستقبل. واخا السيد الرئيس. السادة الوزراء، السادة النواب، بالفعل هذه مناقشة جدية، واللي تأكد كما قلتم صواب رأينا ماشي احنا. سيد الرئيس وهو يتدخل ويدعو الحكومة لأعمال مقتضيات الفصل 79، لأن هذا المجلس كله ورط، احنا غير بغينا ننقدوه كمعارضة. كيفاش تورط؟ لأن ملي تكون تدفع غير مقتضيات الفصل 77 لن أخضع لمقتضيات 136 في النظام الداخلي، وغادي تكونوا ارتكبنا واحد الخطأ، لأننا تنكونوا تنضربوا الفصل 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب حول جدول الأعمال. وكيفاش خصو يكون جدول الأعمال؟ حنا جينا لجلسة في إطار مقتضيات الفصل 79 والدفع ديال الحكومة بعدم قبول النص. أسستوا لكل شيء، رحنا ممتلين في المكاتب ودرتوا جدول الأعمال وجئنا حتى المناقشة، أعطيت الكلمة للمعارضة فقط لأننا نتناقش في إطار مقتضيات الفصل 79. لو كنا نتناقش في إطار مقتضيات الفصل 77 لا حق لكم في تناول الكلمة، غادي نتناولوا احنا فقط ونناقشوا احنا فقط الحكومة في دفعها في مقتضيات بمقتضيات الفصل 77. لذلك مزيان، هذا تمرين لنا جميعا باش نشوفوا التفاعل من النظام الداخلي ديالنا مع الدستور. راه لا يستقيم ان تقول لي انه احنا جايين في الفصل 77 وتنوض وتاخذ الكلمه وتجاوبني. اللي غادي يجاوبني في هذه الحاله فقط من يدفع بمقتضيات هذا الفصل هو الحكومه، ولا حق لاحد ان يتدخل، وللمجلس ان يحسم ولو بالتصويت، والحسم تيكون بالتصويت. هذا القانون والدستور. ولكن من احنا وعن حسن نية مع السيد الرئيس وفي إطار تطوير عمل هذا المجلس وفي إطار تطوير العلاقات وفي إطار تحريك هذه النصوص ما تبقاش جامدة، تفعل، دعوناكم وجينا حضرنا في إطار مقتضيات الفصل 79. الآن راكم تديروا لنا إشكال، لأن الفصل 79 كما قلت لكم هو اللي خلى السيد الرئيس برمز هذا الأمر في جدول الأعمال، باعتبار أنه يدخل في إطار مقترحات القوانين التي
الأسبقية لمشاريع القوانين اللي دوزناها ودرنا الجلسة الثانية ديال مقترحات القوانين، وجينا باش نناقشوا في إطار مقتضيات الفصل 79، إما أن نتوافق وإما يرفع الأمر بقرار من رئيس المجلس، ولا نحتاج وقتها لمصادقة المجلس من عدمه، لأنهم ليس اختلفوا، ده هو الفرق ما بين 79 و 77، مني تنختلفوا في 79 رئيس المجلس يرفع الأمر تلقائيا للمجلس الدستوري اللي هي غدا المحكمة الدستورية. وعندما ذاكر الحكومة مع أغلبيتها، حنا يمكننا نعطوكم حتى 5 دقائق حتى توافقوا داك الشيء ترفع كاع الجلسة. ولذلك سيد الرئيس أنا باغي نأكد على هذا الأمر. ثانيا وتعقيبا فقط باش نكونوا فيه، أنا عندما البرلمان هو قوة اقتراحية لا يقيدها أي شيء، أن أكون في الأغلبية وأن أكون في المعارضة، متى تكون وزير في حكومة لا تعبر عن رأيك، حتى وقد قلت أن وزير الداخلية قال، لأن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان هو اللي مساءل غدا أمام رئيس الحكومة، اللي مساءل غدا أمام حكومتين ورئيسها هو الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لأن هذا الشيء يدخل في إطار مهامه، والدفع بمقتضيات الفصل 51 من مسؤولية الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إذا أخطأ الوزير المالي. كنا قبل 2011، كنا قبل 2011 وقبل الدستور الجديد، وكما قالت الزميلة، وبالتالي كانت المسؤولية مسؤولية حكومية، أنا ما كنتش ندخل كنائب، لم يحدث في تاريخ نيابتي في البرلمان لهذه السنين كلها أن كل ما يقوي سلطة البرلمان وما يقوي الدفع بأن البرلمان تنديروا فيه ديك المقولة ديال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، من تختلف في المواقع اللي في الحكومة راه حكومة، أنا أن تقول لي الحكومة وهذا الخطاب أهلا وسهلا ومرحبا، كل حاجة يمكن الدفع بها الحكومة على مؤسستها، لكن أن يقوله من ضمننا سواء كان من الأغلبية والمعارضة، لم تتوجهش الأخ الرئيس بشيء، تنعتبر أن هذه لحظة فارقة يجب أن نتحول أن ندافع جميعا على المؤسسة التشريعية عندما يتعلق الأمر بحقوقها، أن نختلف فيما يتعلق بالسياسات العمومية، كاين من يدبر ومن يعارض، إياه من يدبر من حقه أن يدافع عن السياسات العمومية لأنه هو اللي في المسؤولية، من يعارض موكول له بقوة الدستور باش يدير المعارضة، وخا ما يكونش عنده فاش يعارض خصو يقلب فاش يعارض، خص هذه القضية تدخل البنية وإلا لا حاجة لنا بهذه المعارضة، ما عندنا ما نديروا بها. شكرا سيد الرئيس. لذلك 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 أتمنى أن كما قلتم أن الحكومة هي اللي عندها حق الحسم، وإحنا سنتجاوز كيفما كانت الأمور سنتجاوز، لأن باغيين نأسوا للمستقبل. شكرا. شكرا سيد الرئيس. نعود نلخص بوضوح، مشروع الحكومة أعلن عنه رسميا، لأن ماشي فشي ندوة صحفية دارها الرئيس ولا فشي لقاء ولا فشي حوار صحفي، داروا أمام مؤسسات تشريعية، وما يقولش المخطط ليس قانون، مخطط برنامج ديال العمل، كمله تصريح السيد رئيس الحكومة 2012 وكملناه في هذه المؤسسة والمؤسسة الثانية، وعبرنا أنه المشروع كيدارس ديال، فبالتالي باش الأمر يكون واضح، الحكومة جاءت بمشروعها وأعلن عنه وكونت له لجنة ودخلت في المفاوضات مع الحكومة مع وزارة المالية ومع الإخوة اللي في اللجنة الوطنية منذ 2012، ولصعوبته خضع هذا الوقت كامل باش الأمر يكون واضح، ما جاء المقترح إلا مؤخرا، فإذا هذا الأمر تنوضحوه وأعلنا عنه في البرلمان، ماشي شي حاجة كانت مخبية حتى خرج شي فريق وعاد جينا قلنا، باش هذا الوضوح يكون تام عند الجميع، شيء أعلن عنه رئيس الحكومة جاء عندكم جاء البرلمان وقالها. مسألة الأخرى باش نعاود نوضحوا علاش دفعنا بالفصل 77 ونتشبث به، ماشي نقل اللجنة الوطنية إلى وكالة، نعطيكم التفاصيل، واحد العدد ديال الأقسام، إعادة هيكلة الوزارة المديرية ديال النقل والطرقي والسلامة الطرقية، بمعنى ماشي فقط عين اللجنة غنهزو غنديو ديك شوية فلوس تكلمت عليها الأخت وأنا غادي نوضحها، لا، لأن خص يكون وضوح،
إعادة هيكلة الوزارة، واش غنخليو الأقسام المعنية بالسلامة الطرقية في الوزارة؟ واش غنخليو القسم ديال المراقبة؟ واش غنخليو القسم ديال البطائق اللي تكلمت عليها؟ واش غنخليو القسم ديال الفحص التقني؟ واش غنخليو ما يسمى بالمكتب ديال التحقيق في حوادث السير اللي موجود في الوزارة؟ المالية كتقول لك إلا غدير وكالة زائد لجنة خصك تجيب هذوك الأقسام باش تكون وكالة مندمجة، وهذا رأينا. فإذا خصنا نديرو التبعات الإدارية والتبعات المالية وماشي 50 موظف، غادي نديو المئات الموظفين، لأن عندنا فروع. واش غنديروا لها فروع؟ هذوك الفروع اللي كتقدم الخدمات واللي كتراقب، واش غتكون الفروع؟ فاذا هذا عمل جبار. امر الاخر، اللجنه عباره على تجمع، ان كونسورسيوم، فيه بحال شي لجنه، فيه الناس القطاع الخاص. خصنا نمشيو نجلسوا معاهم. واش في احداث الوكاله غنردوا هذاك الشيء في القانون؟ بمعنى غير كيساهم ماشي فقط كيساهم من خلال اللجنه، يعني كيفاش غنضبطوا المساهمه ديالهم؟ واش يبقاو في المجلس الاداري ولا ما يبقاوش في المجلس الاداري؟ واش تبقى عندهم نيابه الرئاسه ولا مابقاش؟ لان دابا الان عندهم نيابه رئيس ديال اللجنه. اذا فيه مفاوضات مع جميع المتدخلين. الامر الاخر، الفلوس اللي عند اللجنه اللي تتكلم الاخت وعندنا فائض، يلا كنديروا بها التوعيه. اما الاموال التي تنفق على الرادارات وتنفق على كذا، راه مضاعفه 5 مرات إلى 10 مرات. فاذا كاين تبعات ماليه، كاين تبعات اداريه، كاين تبعات هيكليه، كاين تبعات تنظيميه، ثم كاين تصور موقع هذه الوكاله ضمن المنظومه ديال النقد. لذلك احنا دفعنا بالفصل 77، مع العلم ان المشروع اعلن عنه في 2012. وشكرا. شكرا السيد الوزير. الى سمحت تفضل. يلا اخر النقاش الاخوات، الاخوه رانا كنستافد. ان اقتراح للخروج من الازمه، والا لا يستقيم، لا يستقيم الوضع بعد هذا النقاش. ما نخرجوش بنتيجه، رحنا تناقشنا في اطار اخر، وجد الاعمال في اطار اخر، واعمال العقلاء تصنع العبث. لا حل للمجلس الا بارجاع النص ودار فيه المسطره القانونيه اللي خصها دار. راه ما دارش المسطره القانونيه دابا، الا بارجاع النص الى اللجنه، ويفتح معنا النقاش السيد الوزير، ويدفع وقتها بمقتضيات الفصل، ونأسسوا لبناء قانوني دستوري. هذا الحل. وباغي نقول بان هذا الحل السيد الرئيس صيفط لنا رساله بشان مقترحات قوانين قبلتها الحكومه، مقترحات قوانين تعنينا احنا. ورغم ذلك تفاعلنا. ما معنى قبلتها الحكومه؟ كانت خصها تدوز علينا وجينا للجنه، وما بقاتش الحكومه قبل هذيك المقترحات، جينا للجلسه. هذا موضوع اخر. لا، غير باش نقول غير بالله كما تفاعلنا ايجابيا، تنتمنى التفاعل الايجابي. راه غير في الصباح، غير في الصباح تفاعلنا ايجابيا في لجنه القطاعات. شكرا سيدي. ما يبقاش يتلوح دائما ضدنا بالقانون وبالنظام. شكرا. شكرا سيد الرئيس. اذا اذا سمحتوا، بعد دفع الحكومه بالفصل 77 ساقرا الفصل 77 الدستور. يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب. هذيك الأسباب اللي قلتها السيد الوزير غتكتبها مقارنة مع المقترح السيد الوزير، وغادي نعاودو نرجعوه للجنة، وغتجيب هذاك الشيء وتبين ديك الأسباب اللي كتعطيك ذاك الحق، ويتوقف النقاش في اللجنة بالدفع بالفصل 77. وباش نعطي الراسي تانا واحد الأحقية في هذا الحضور في هذا النقاش، لأنه هذا نقاشنا داخل الجلسة العامة تبنى على الفصل 79. سيد الرئيس، آخر متدخل. سيد الرئيس. سيد الرئيس، هو كاين إشكال، كاين إشكال، لأنه الدفع الأخير ديال السيد الرئيس بمادة 144 يعني أحدث قالها بالفرنسية أنتج أثره، لأن 144 الدفع اللي دفعتي به دابا ديال الإرجاع للجنة جاء متأخر على الفصل 77. فإذا حنا أمام واحد الإشكال. على كل حال أنا غنقول رأيي وغنقترح باش نسهلوا العملية. قرار المجلس الدستوري حول أعمال اللجان والجلسة العامة واضح. تحضيرية. تحضيرية، بمعنى اليوم منين دفعات بالفصل 77 في الجلسة العامة هو الحاسم. سالينا. لكن اليوم عاوتاني هاد جدول الأعمال تبنى على 79 وجينا لهنا وعاد تدفع ب 144 من بعد ما تدفع ب 77، هذا النقاش كله انا كنقول زعما راه محل تساؤل. لكن اذا شفتوا انتم السيد الرئيس ان تفوتوا بانكم مع ارجاعه من اجل انه نضبطوا المسطره، فلا مانع لنا على ذلك. شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان. شكرا سيد الرئيس. الحكومة طبعا ما يمكنهاش الدخول في العمل ديال البرلمان. النظام الداخلي كينظم اختصاصات وصلاحيات ديال المؤسسة التشريعية. اللي مؤكد هو أن الحكومة في كل هذه المراحل تتبقى إيجابية جدا في التعاطي مع أي سلوك دستوري وقانوني من شأنه أنه هذا النقاش يولي تراكم إيجابي في التعاطي مع المقترحات عندما تقع مثل هذه النوازل، مع تأكيدنا على أن الإعمال ديال الفصل 77 يعني للمرة الأولى والأخيرة يعني يجب أن يحترم كاملا. وشكرا. تم احترام الفصل 77، لكن هذا النقاش الحضاري كذلك والدستوري يستحق واحد الالتفاتة. خليني ندافع عن المؤسسة التشريعية. إذا نمر إلى المقترح القانون الثاني.